لو مجتمعنا عايش في حالة من الفوضى والخزعبلات اللي بتتباع تحت اسم الاختراع الطبي المذهل، ولقينا برضو ان الثقافة الطبية عند الناس تكاد تكون منعدمة. ده اللي خلى الحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي، وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة، وقفة احتجاجية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي، بنتي عندها 7 و8 شهور. انا عايز اقول لكم اصبحت كابوس مفزع. عندي مشكله الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش جالي علاج بالليزر، علاج تجميل. اهلا بكم كل جمعه الاول وانتم طيبين، وخلينا نقول لكم النهارده كلام مهم جدا. لكن بدايه الكلام هو ليه الستات او البنات مهملين في العالم كله، كتير جدا من شكواهم بتهمل. وبعدين بعد كده ناس كتير بيلفت نظرها، ليه البنت ديت بقت قاسية في معاملتها مع ابوها مثلا، او في معاملتها مع جوزها لما تتجوز مفيش ود، بقت ردود فعلها عنيفة شوية لأنها لم تقدر. يا جماعة البنت لما يكون عندها ألم أيا كان نوع هذا الألم، مشكلة أيا كانت هذه المشكلة، وتلاقي إن مثلا جوزها أو أبوها أو ولادها ما ادولهاش الاهتمام الكامل والتقدير الكامل لحجم هذه المشكلة، هي ما بتنساش. وطبعا برضو نحط معاهم دكتورها، الدكتور قال لها لا ده انت بتدلعي، ده انت ما عندكش مشكلة، ده انت ولا بتشتكي من حاجة، ده اللي بتحسبيه من ألم ده تهيؤات، ده احساس نفسي، تفسيرات كلها فيك وتفسيرات كلها مزيفة لحقيقة موجودة. هي ما بتنساش. ده كلام مهم جدا، ما بتنساش للزوج، فخلاص المودة والرحمة الموجودة بينهم تبدأ تتأثر جدا. ما بتنساش للأب والأم إنهم أهملوها، فلما بتكبر وهم نفسهم يحتاجوها ممكن جدا يبقى في تقصير. لازم ناخد بالنا اللي بنعمله النهاردة في ولادنا هيترد علينا بعد كده. طيب عشان تعرفوا معاناة المرأة قد إيه مؤلمة ومزعجة جدا، عملوا تجربة عشان يعلموا الرجالة إزاي الست بتعاني من ألم شديد، فعملوا جهاز. الحقيقة احنا ما عندناش تفصيل قوي ماهية هذا الجهاز عشان ما بقاش يعني لان انا متعود ان انا اتكلم في الامور تفصيليين، لكن بحثنا وتمحصنا فلقينا ان هو واضح ان هو يعني جهاز محاكاة استيميوليشن ألم، فيه بيوصل نبضات ألم معينة للراجل هي تعبر عن آلام الدورة الشهرية، هو بينقل آلام الدورة الشهرية بس، يساوي آلام الدورة الشهرية. وهذا الألم بتاع الدورة الشهرية لما ينقل للرجل، الرجل رد فعله كان عامل ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. الرجل ما تحملش الألم ولا ثانية، تعالوا نشوف مع بعض. اوه هكومت استخر نعم رشتر لاسخ ده مجرد ألم الدورة الشهرية، فما بالك بألم أخرى. الحوار سيكون أعتقد مهم للغاية، وزي ما قلت لكم خلي بالكم من ولادكم عشان ما تردلكوش الإهمال في شيء مهم جدا في حياتكم. القادم مهم جدا مع قمة علمية كبيرة وضيف العزيز، طبعا القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم النساء والتوليد وأيضا في العلوم
الطبية المتعلقة بالنساء والتوليد والاسم الكبير وصاحب الكاريزما الخاصة والجماهيرية العريضة والمبدع دائما والذي سيسعدنا بحوار أعتقد أنه سيكون أكثر من مهم وأكثر من مثير. القيمة العلمية الكبيرة أستاذنا الأستاذ الدكتور سيد الأخرس. أحيانا بتتخيل الناس أن السلمة اللي عديناها ما بنرجع لها. لما رجع الدرن يظهر في الفترة الأخيرة بدأنا ننظر لقناة فاروق أيضا باهتمام شديد جدا. ده متأخرة في الحمل فراحت للدكتور قال لا لازم نشيل الأنابيب. أشيل الأنابيب وأنا عاوز أحمل. إيه التقييم الكامل؟ مفيش استسهال في القرار. تعال نشيل أنبوبة. الأستاذ الدكتور سيد الأخرس استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظير وأطفال الأنابيب، الحاصل على الزمالة الأمريكية لجراحة المناظير المتقدمة والمساعدة على الإخصاب، عضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة، عضو الجمعية العالمية لجراحة مناظير النساء والمؤسس لمستشفى الأمم والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة في الشرق الأوسط، أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي. طبعا ضيفي العزيز الاخ الكبير واستاذنا الاستاذ دكتور سيد الاخرس، اهلا بك. ميك يا دكتور ايمن، منورنا الحقيقه، وكل جمعه وانت طيب. انت طيب. موضوع مهم للغايه. طبعا موضوع مهم للغايه، وهو على المطلق الالم. الالم بمفهومه المتعارف عليه، ما فيش بيت او اسره الا لما كان الالم جزء من حياتها اليوميه. والألم ممكن يكون ضيف طارئ خفيف الظل سريع ويأتي ويختفي، وممكن يكون متعايش متلازم ويبقى مقيم بقى مزمن، وممكن أحيانا يتردد في وجوده وأحيانا يختفي. بمعنى أنه ممكن يكون أكيوت حاد مفاجئ، ممكن يبدأ بالتدريج بسيط ويستفحل ويعيش معانا على مدى الأسابيع والشهور والأعوام والعمر، ممكن أحيانا يهدى ويختفي تماما ويرجع تاني بنوبات رهيبة جدا من الألم مرة أخرى. الألم للمطلق والألم للخصوص، الألم في كل سنوات العمر، الألم من البداية، من بداية يوم الولادة لطفل طفلة جت في الحياة إلى فترة الطفولة إلى فترة الحبو والزحف وبداية المشي إلى فترة ما قبل سن الدراسة والمدرسة إلى فترة المراهقة، ما بعد فترة المراهقة وفترة الخصوبة، ما بعد فترة الخصوبة وفترة انقطاع الطمس وفترة ما يطلق عليه سن اليأس إلى آخر العمر. أسباب مختلفة للألام. احيانا بالرغم ان احنا بشر وبالرغم ان الالم عباره عن تنبيه انذار واضح جدا لجهاز ربنا خلقه في اجسادنا ليعبر عن وجود مشكله حقيقيه، زي ما تيجي تحط انذار لعربيه بتتسرق، فالانذار بيجي لما يجي حد حواليها، ممكن يكون انذار صادق ان في حد بيسرق العربيه بجد، فتقوم تنتبه، او لو كان الانذار ده متوجه لدائرة شرطة تعرف ان في حد عند المحل ده او عند العربية دي. لكن لما يكون ساعات انذار كاذب ان ممكن اي حد معدي بالصدفة يحصل نوع من الصيحة اللي ممكن تكون في الاخر برضو لو انت تجاهلتها احيانا وتقول ايه ده، احيانا اي حد معدي جنب العربية بترن او بتزمر او بتصفر، فبالتالي ما بتقومش المرة دي يكون بالصدفة بقى حد بيسرقها. وبالتالي لما الألام انت تتعود عليها فتفاجأ ان في مشكلة موجودة وكبيرة، يا اما نتيجة حاجة تلفت او حاجة بتتلف، يا تتلحق يا ما تتلحقش. ده كثير من الامراض مرتبطة بالألام. ده الألم بيعبر عن وجود مرض سواء وظيفي او سواء عضوي التهابي او ان اسباب هنشوفها جايه ازاي. لكن احيانا كمان نكتشف ان في وجود امراض قاتله صامته بدون الم تظهر وتيجي تكتشفها تلاقيها في الاخر، اخر السطر، اخر نقطه. ايه ده؟ ده فشل كلوي، ايه ده؟
ده أدى إلى انتهاء الحياة. إيه ده؟ ده مشكلة ضخمة. Silent killers، وما ما أكتر من القتلة الصامتون في أجسادنا. الضغط، الضغط وكثير من الأمراض والأورام السرطانية اللي موجودة في المبيض وحاجات كتيرة جدا. فده يسرعي يستدعي انتباهنا، نقول طب لو احنا في فترة ونيجي نتعامل مع المرأة على الخصوص، ونقول ان المرأة لما تزوجت فوجئنا انها متأخرة في الحمل، اصل لما اتجوزت وبقى لها شهر او اتنين او تلاتة النيولي مارد وتزوجة ما كملتش سنة، وبعد ما تخش فترة العش الزوجية وبداية حياة سعيدة تفاجأ انها بدأت تخش حياة المستشفيات والعيادات من عيادة لأخرى نتيجة اكتشاف أمراض مختلفة. إيه ده؟ ده التهابات مهبلية، ده مفيش جماع بيتم عشان فيه التهابات مهبلية، ده فيه مشكلة بين الزوجين لأن الزوج بدأ يتعدي من الالتهابات المهبلية، ده احنا اكتشفنا إن جالها حمل خارج الرحم بعد شهر من الجواز، ده احنا اكتشفنا إن عندها ورم ليفي، ده احنا اكتشفنا إن عندها بطانة رحم مهاجرة لأن كان صعوبة جدا في الزفاف، صعوبة جدا في ليلة الزفاف وليلة الدخلة، صعوبة جدا في الشهر الأولاني والتاني، ده احنا بعد سنة من الجواز اكتشفنا انها بتعاني معاناة رهيبة من الألام المتكررة. ايه ده؟ ده الزوج شك ان كان هي اصلا عارفة انها كان كده من الأول، ده حماتها خلت جوزها يطلقها لان هم داروا عليه من البداية. يعني كمان مشاكل الألم بقت مشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية، ده البنت من كتر ما الألام بقت موجودة بدأ يحصل ضعف في شخصيتها وفي اتخاذ قرارها، سواء في العمل أو سواء في علاقتها بأصدقائها أو سواء في المحيط الأسري، أو بدأت تخش كمان في علاقات نفسية مضطربة، ده أحيانا بدأت تخش في حالات من الإدمان نتيجة الألام أو نتيجة عدم الثقة بالنفس. ده حاجات كتيرة جدا. هو الألم ممكن يكون يعبر عن أمراض كان ممكن نكتشفها قبل الدخول في مرحلة الخصوبة والجواز وتأخر إنجاب وكده، قبل ما نيجي ندور ونقول إحنا وصلنا لمرحلة هو الحل هنا كان حل حمل طبيعي ولا نعمل منظار عشان نساعد الحمل إن يحصل طبيعي، ولا تمهيدا إن نعمل حقن مجهري، ولا استئصال مبيض بالكامل، ولا استئصال ورم تضخم، ولا استئصال مشاكل أخرى وضخمة والتصاقات والتهابات، ولا كان ممكن ده يتمنع؟ هل بجد الوقاية خير من علاج؟ هل بجد وقاية بالوزن خير من رطل من العلاج؟ يعني الأونس بيتر دان باوند من العلاج، أونس أوف بريفنتيف دان بيتر دان كيو، يعني باوند أوف كيور زي ما المثل الإنجليزي بيقول، ولا كنا نبدأ شوية نرجع ننزل شوية في بورصة الألام لما نيجي نقول للسن ارتفع وبدأت الألام تكون زايدة، فنيجي نرجع شوية من بورصة الألام ونرجع شوية نقلل بالسن شوية، فنيجي على فترة المراهقة اللي هي فترة ترهق صاحبها، البنت في فترة انتقالية من الهرمونات اللي بدأت تدخل في جسمها وبدأ يحصل تغيير جسدي هرموني، بدأ ده لوحده مرهق ليها ومرهق للي حواليها اللي بيربوها، وأحيانا لما يضاف عليها ألام يبقى تحدي كبير تاني جنب التحدي بتاع المراهقة والسن الانتقالي ده. طيب ويحصل ألام ويحصل عدم تصديق للألام اللي موجودة على مستوى العالم زي ما قلت، على مستوى الدنيا لو قلنا أن التوعية المستمرة بتساوي نوع من التفتيح العقول والتبصير بالمشكلة وحجمها، فتخيل لما إلى الآن التوعية اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بمرض مثل بطانة الرحم المهاجرة اللي من حوالي 30 سنة بيوعوا وحملات إعلامية ونشرات إخبارية، وإلى الآن ما زال اللي بيتعالج من بطانة الرحم المهاجرة يمثل 13.3% من المرضى الحقيقيين اللي بيعانوا من بطانة الرحم المهاجرة. ده في أمريكا؟ في أمريكا. فتخيل في باقي الدول الأخبار إيه؟ وتخيل بالصرف بمليارات الدولارات اللي تساوي أكتر من 3.7 بليون دولار كل سنة نتيجة المشاكل من المرض
والمشاكل من تغيب أصحاب المرض عن القيام بوظيفهم داخل الدولة، فيحصل خسارة نتيجة الغياب اللي موجود، لأن الموظف اللي بيغيب لدور بيقوم بيه، فلما بيغيب الدور ده بيقل، مش موظف 5 6 10 لو غابوا برضو كده كده مش هيحصل تأثير من غيابهم، لأن هم كانوا رايحين بلا سبب. طيب لما يبدأ يحصل الألام في المرحلة دي، إزاي أعرف إن بنتي بتتألم؟ وإزاي أعرف إنها أقرب من البنت وأعرف تفاصيلها؟ يعني بجد أصدقها إزاي وأساعدها إزاي؟ وأني دور أنا كأب وأم في البيت نساعد بنتنا إزاي؟ علاقاتنا إزاي تتواصل مع المجال الطبي، سواء من الممرضة اللي بتبدأ تدي علاج في البيت أو الطبيب اللي هبدأ أستشيره؟ وأني طبيب؟ إذا كان كثيرا من الأطباء على مستوى العموم العالمي أحيانا ما بيعرفوش يعالجوا سن المراهقة، لأنه يعني مش مهتمين بسن المراهقة قوي. إزاي الفترة الانتقالية دي تتعالج؟ وكثير من الأمراض في المرحلة دي أمراض محيرة. يعني أعالج بنت في المرحلة دي وهي بتحمل مشاكل امرأة كاملة النضج، وعالجها وهي طفلة؟ يعني اعمل لها منظار لو عندها كيس على المبيض وهي صغيره؟ طب مش ده ممكن يقلل الخصوبه ومستقبل خصوبتها فيما بعد؟ طب لو عندها ورم ليفي اشيل الورم الليفي دلوقتي ولا ممكن ياثر على الخصوبه فيما بعد؟ طب لو عندها اي حاجه داخله في البطن اعمل لها عمليه ممكن تؤدي الى التصاقات وتاثر على خصوبتها فيما بعد؟ طب لو عندها اي مشاكل والتهابات هل هقدر اقرب منها وأقرب من منطقة غشاء البكارة المقدس وبالتالي أفقد عذرية البنت؟ ده ممكن يحصل؟ إزاي المرحلة دي قد إيه مهملة؟ من الخوف أحيانا، من الجهل أحيانا، من الحب المفرط اللي يكتف كل خطواتنا أحيانا، من عدم وعي كثيرا من الأطباء في المجالات المختلفة بأن سن نزلت قوي بورصة الألام والأمراض. حد يصدق لما كنا بنتعلم وبنقول إن حصوات المرارة تيجي في الفايف اف، الفاتي، الفرتايل، الفورتي، الفالسي، بتيجي في دول في اللي هي بتحمل خمسة اف، المجموعة اللي هي مجموعة الناس السمان، الناس السمان الأربعينات، الأربعينات بياكلوا أي أكل وزنها زايد، وزنها زايد، وإنها في ميل كمان، وإنها في ميل. فنفاجئ دلوقتي ان اطفال عندهم حصوات في المراره وهم عندهم 12 سنه. 4% من الاطفال، 4% من الاطفال عندهم ضغط. ده انا بتكلم بقى على ده. يعني لا، ما هو في امراض ما كانش متعارف انه يتقال في الكتب الطبيه انها بتحصل في الاطفال، بتحصل في الاطفال. فبدات البورصه للالام والامراض تنزل باسهمها وتيجي تنهش في سن المراهقه وما دون المراهقه. هل حد ممكن يتخيل لما علمونا وكانوا بيعلمونا وحفظونا ان بطانه الرحم المهاجره بتيجي للناس اللي ربطاك دي في ايج من العشرينات واواخر العشرينات للاربعينات، فنيجي نفاجئ انها ممكن تنزل باسهمها وبورصتها الى درجه المراهقه؟ يعني من اول يوم دوره وجود بطانه رحم مهاجره. ايه ده؟ هي اكتملت امتى وظهرت امتى واكتشفت امتى؟ وازاي يكون لسه انا بقول اي اول دوره فنفاجئ اكياس دمويه وتشوكلت سيستم موجودين اتكونوا في سنوات من العمر؟ هل معنى كده ايه؟ ان هي بجد ممكن تبدا قبل سن الدوره؟ هنثبت النهارده. هل ممكن بجد تبدا في، لو كنا بنقول ان بعض الامراض هي ارتباط وثيق ما بين الجينات والبيئه واندماج ما بين الجزئين، يعني جزء جاي من الأصول من الأمهات والجدات وجزء جاي من سبب البيئة وتلوث البيئة، ما أكثر من هذا النموذج والمثال لطفلة داخل رحم أمها جاية كل الوراثة من الأم اللي كان عندها بطانة رحم مهاجرة في الرحم أو البيئة يعيش فيها جنين. فلو كان الكيس ملوث ومليان بالديوكسينات نتيجة أكل ينتقل عن طريق الحبل السري ونتيجة جينات مورثة من الأم، فالطفل ده هو بداية يعني كائن هيورث فيه بطانة رحم المهاجرة. يعني معنى كده ان في اطفال في ريسك او هاي ريسك، ان احنا كنا ممكن نكتشف ان دول ممكن يتولدوا
ويبقى عندهم فرصه الاورام ليفيه او تكيسات على المبيضين او بطانه رحم مهاجره او امراض اخرى حتى لو كانت تورث ليهم بعض الحالات زي حمى البحر المتوسط مثلا النوجين. وممكن الناس اللي عندهم الريتابل باور سندروم يكونوا لامهات مولوده القولون العصبي يكون امهم اصلا كان عندها بطانه رحم مهاجره فيبقى في فرصه لاطفالهم يكون عندهم قولون عصبي اكتر من اقرانهم موجوده. يعني لو احنا كنا واخدين بالنا من بعض الحالات فنقدر على الاقل الامراض التي لا تمنع نقلل من وطأتها، الامراض التي لا تعالج بالكامل نقدر نقلل من فرصه ظهورها وحدتها، الامراض التي ممكن تكون مستعصيه في حالها لما تكبر ممكن نقلل بحيث ان ممكن نشتري بعض الوقت من الراحه النفسيه وبعيدا عن الالام لو كنا اكتشفناها مبكرا. طب ما نيجي نتكلم النهارده ونفرط اكتر بس بحالات مختلفه ونماذج مختلفه من مرضى فردنا لهم بجد عن اقتناع كامل جزء كبير وحلم وحلم مع بعض مشترك نتيجة إيماننا المطلق بهذه السن لدرجة إن إحنا بجد في الآخر هنقول إحنا هنعمل معهم إيه. تعالى نبدأ. هنبدأ نشوف فيديو مهم جدا لكن الملفت للنظر إن حضرتك اخترت النهاردة كم مصطلح مهم قوي وجديد. أولا برصة الألم، هذا التعبير مهم وأنا بعد الفيديو الجاي هسأل لماذا لفظ برصة؟ هل البورصة لأن هناك نسبة من النسب العلو والزيادة في الأسهم الألم بيعلى وبينزل طبعا. تقدير المضاربين لهذا الألم يعني اللي هم المتعاملين معاه في المجال الطبي والأهالي كلهم يعني موصفين بأنهم مضاربين هيراهنوا على إيه؟ هيراهنوا على أنهم يتحدوا الألم مبكرا هيوقفوا قدامه مبكرا ولا يسيبوه. وخصوصا أنه معروف في علم البورصة فكرة مهمة جدا انه عندما تبدأ بغلطة معينة صغيرة ممكن تتزايد هذه الغلطة لو حصل مثلا وده حصلت على فكرة في واتعملت فيلم بعض الناس اهملت ديون معينة في البورصة تراكم هذه الديون ادى في النهاية الى انهيار بورصة عالمية كاملة. بدأت القصة الأول بعيب دريناه بعيب داروه بعيب ثالث داروه بعيب رابع وبدأوا يعني زي ما بيقولوا بالظبط كده يعني يستلفوا من بعض عشان يداروا العيب وبعدين بدأوا يطمعوا فبدأوا يسرقوا عشان يداروا العيب وهو كان عيب $80 لا ودي حقيقة وده اللي أنا بعتمد على النشاط الحضوري الذهني الأيمن وأنا بعمل معاك إسقاط لبعض الكلمات وانا متاكد انها ليها الريسبتور المستقبلات عندك ودي اشهد بيها ويبدا بعد كده يحصل كارثه عالميه نتيجه عدم ايمان مطلق بغلطه ممكن كانت تعدي. طب تعالى نشوف مع بعض حوار مثير للغايه البنت عندما تتالم شيء مزعج. آلام الآنسات. آلام الآنسات هي معاناة حقيقية للأنثى في كل المراحل العمرية، فهذه الآلام لا تفرق بين البنت في فترة الطفولة أو المراهقة أو البلوغ أو حتى الآنسات التي لم يتزوجن،
وتختلف أعراض الألم في الأطفال والآنسات حسب طبيعة المرض ومكانه ودرجة خطورته وتوقيت تشخيصه. الألم شديدة ومش قادرة عليها، وجع من تحت بطني بقى لحد ورجلي كلها، ألم مبرحة جدا، مغص رهيب، وجع جامد بقى بيسمع ورا في ظهري، كان ألم ألم إن هو الناس كلها شايفة الناس كلها بتتألم، كان وجع زي البيريد بالظبط بس وجع مستمر على طول، كان ألم نصف البطن، أعصابي دي ما كنتش بحس بيها، كان بيجيلي الدورة بطريقة وحشة، ألم مبرحة، ألم في البريد جنبي رجلي توجعني، بحس بإجهاد جامد وألم في البطن، تعب باستمرار ومع كل دورة مغص، حاجة جامدة كده بصلابة في أسفل البطن، كان مأثر عليا في كل حاجة، ما كنتش باكل كويس، كنت بحس بتعب جامد، مغص بقى ما أقدرش أتحرك، ألم في جنبي اليمين، ببتدي بكده، بعد كده بيغمى عليا خالص، اتوجع بطريقة فظيعة، كان ترجيع ورجلي اليمين ما كنتش بعرف احركها خالص، ألم فظيعة أسفل بطني وظهري ورجلي، ألم جامد جدا في بطني وفي جنبي وكان بيسمع في ظهري، أنا عندي مشكلة في دخول التواليت، ألم شديدة في ظهري وفي رجليا، خمول على طول عايز أنام، ما كنتش بقدر اتحرك كتير، كنت بحس بالام في بطني، في العظم بتاع رجلي كله كان في الام فظيعه، وظهري كمان كان في الام، من اول يوم لاخر يوم كان بتيجي بطريقه نزيف، يا ماما بطني كلها بتوجعني، رجليها تبقى منمله مش قادره تمشي، تبقى تعبانه ونايمه في السرير مش عارفه لا تروح مدرسه ولا تروح في اي حته، زي ما يكون حاجات ملعونه جوه بطني. حينما نلقي الضوء على أسباب كل هذه الألام والمعاناة على مختلف أنواعها وفي أعمار مختلفة، نجد أن الأمراض التي تصيب البنات هي أنواع كثيرة أكثر مما كنا نتوقع. كنت رحم وعندي أكياس وعندي التصاقات، كان عندي أورام ليفية وتكيس هامبايض، كان عندي كيس كبير دموي، كيس على المبيض الشمال، عندي بطونة رحم مهاجرة، بطونة رحم مهاجرة وكيسين على المبيض، التصاقات من الدرجة الأولى، ورم ليفي حميد بحجم 7 × 6 سم، بطونة رحم مهاجرة في التصاقات شدة جدا من الدرجة الأولى، عندي بطونة رحم، لقيت عندها بطانة رحم مهاجرة والتصاقات وكانت عندها تكيس على المبيض، بنت فعلا عندها بطانة رحم مهاجرة التهابات في مثانة وكان عندها زايدة ملتهبة. تحتار البنت وأسرتها بين الأطباء والتخصصات المختلفة للوصول لسبب هذه الألام، كما أن الذهاب إلى طبيب غير متخصص دائما يؤدي إلى معاناة حقيقية للمريض. اخترت كتير ورحت لدكاترة كتير جدا، رحت لجميع التخصصات، انا دخت 7 سنين عند اكبر دكاترة، بناتي كان عندهم تكيس على المبيض ومفيش دكتور قال لي ان هم عندهم تكيس على المبيض، رحت 7، 8، 9 دكاترة، اشياء ما فيهاش حاجة وتحاليلك بيرفكت كل حاجة تمام مفيش حاجة، فانت تتجوزي احسن وكل المشاكل دي هتروح. طبعا رحت لدكاترة كتير، كل ما اروح للدكتور يقول لك ده عادي، والكل كان بيديني مسكنات زي اي حد وبيقول ان دي حصوبه عاليه، رحت لاكثر من دكتور وقال لي ان هي اصلا ما لهاش علاج، قال لي ده ما عندكيش اي حاجه كانت مجرد غده، الدكتور قال لي ما فيش حاجه في التهابات بسيطه واداني دواء مسكنات بس ما كانش في حاجه يعني، رحت عند كذا دكتور بس محدش عارف ايه السبب الاساسي ورا التعب ده، قال لي انا ماليش دعوه بنفسيتك انت تسمعي من الدكتور وتنفذي وبس، وجع في وجع في وجع، انا طبعا ام مش قادره اعمل مش عارفه اعمل ايه. وتكمن المشكله في المفهوم الخاطئ ان البنت لا تذهب لطبيب النساء الا بعد الزواج، ويشعر الاباء والامهات بالعجز امام الام بناتهم وعدم قدرتهم على المساعده. مجرد ما انت تقولي بس انت انا رايحه لدكتور نساء ده على طول بتفهم غلط، كنت اجي اشتكي واقول لمامتي وكده تقول لي دي حاجة عادية أو كل البنات كده، المبدأ كان مرفوض في البيت إن أنا نسا واروح عند دكتور نسا، كان عيب إن أنا أروح لدكتور نسا أو دكتورة نسا قبل كده وأنا بنت. وهنا تبرز أهمية التوعية المستمرة بضرورة التشخيص المبكر لأسباب هذه الألام وأهمية دور طبيب النساء في المشورة والوقاية والعلاج. بعد اللي أنا شفته فلازم الكشف المبكر، يعني الحالة وهي لسه في أولها ممكن علاجها يبقى بسيط عما توصل وتتفاقم. فعلا التوعية مهمة جدا، انت لازم تروحوا وتدوروا. أنا لسه تعبانة واضطرت ان هي
يعني محتاجه ان هي تروح لدكتور نساء فما فيهاش مشكله خالص. كل بنت وكل سيده اما يجي لها الام اثناء الدوره الشهريه ما تقولش دي حاجه عاديه وتلجا للمسكن او كده، تروح تكشف عند الدكاتره المختصين. اي بنت تحس باي وجع يعني من سن المراهقه او قبل المراهقه تروح تستشير اي دكتور. ما تستنيش على اي وجع، لو في اي وجع تروح على طول، ما يبقاش لا اصلا عندي قولون اصلا عندي انتفاخ، لان انا كنت بعمل كده بس طلع عندي كيس كبير. بنصحها ان هي ما تستناش الموضوع ده يكبر وان هي تروح تكشف على طول من وهي صغيره، ما تستناش ان هي يعني تكبر. احب اقول لاي بنت خايفه تروح للدكتور تقدري تروحي للدكتور وتعملي العمليه ترتاحي بعد كده عشان بعد الجواز. انا بنصح اي واحده تحس باي الم في البيض اي حاجه من دي لازم تروح تكشف على طول تطمن على نفسها. كل بنت ولكل امرأة بشكل عام يعني سواء كانت آمسة أو متزوجة تعمل فحوصات وما تكتفيش عند بفحوصات عند دكتور واحد ولا تسمع لدكتور يتعبها نفسيا. تنطق نبقى أبوس إيدكم والله العظيم ثلاثة عشان ما توصلش للي أنا فيه واللي غيري فيه. أنا بشجع أي بنت حتى لو صغيرة في السن إن هي تطمن على نفسها، لأن إحنا ممكن برضو ما يبقاش عندنا الوعي ده في المجتمع إن البنت تروح لدكتور وتكشف على نفسها طول ما هي ما اتجوزتش أو ما خلفتش. أي أم يكون لازم يكون عندها وعي وتكشف على بنتها وتتابع حالتها عشان ما ترجعش حالة سوء منها وتتأخر. أب أم يشوف الموضوع ده لازم يدورهم ويسألهم وما يستنوش إن البنت تتجوز وبعد كده تعاني من مشاكل تانية. وتعتبر التقنيات الحديثة كالمناظير الجراحية من الحلول السحرية للتعامل مع مشكلات الآنسات. ما فيش جراحة وما فيش فتح ولا في تشوهات، نفتت الورم الكبير وحتى لو أكبر من كده هنقدر نفتته. ولو دكتور قال منظار يكشفوا ويشوفوا ما فيش مشكلة، احنا دلوقتي عندنا أحسن دكاترة. الالتهابات والالتصاقات اللي كانت موجودة واختلط الرحم المهاجرة يشيلها بالمنظار، ده كان شيء طبعا أبهرني جدا. بعد العلاج تعود البنت إلى حياتها الطبيعية وممارسة المهام اليومية. في فرق كبير جدا بين اللي قبل كده وبين الدورة الحالية، رجعت دورتي زي ما كنت بنت صغيرة. أنا حاسة إنه أنا مرتاحة يعني وما فيش حاجة الحمد لله. الحمد لله طبعا نفسيا أحسن بكتير بعد العملية وجسديا. عملت العملية والحمد لله دلوقتي أنا أحسن من الأول بكتير. الحمد لله دلوقتي أحسن وما عادش في حاجة. عملت العملية والحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله بقت أحسن والألم كله خف وراح. الحمد لله يعني دلوقتي بقت أحسن وأي وجع أنا كنت بحس بيه ما راح. كما يجب محاربة جميع المفاهيم الخاطئة عن التدخل الجراحي للآنسات ومخاطرها على الخصوبة. أنا صراحة خفت من المنظار وكده وما قدرتش أعمله في الأول وعملت فعلا المنظار فرق معايا جدا. انا كنت تعبانه وقلقانه وكنت متخيله ان بناتي مش هتخلف، ان بناتي عندهم امراض مش هيخفوا منها، بس الحمد لله خفوا كويسين ومفيش اي مشاكل، وطمنت كمان ان هم هيتجوزوا ويخلفوا. فتصبح كل بنت وكل ام وكل اب هم سفراء من اجل توعيه الاخرين باهميه التشخيص المبكر لالام بناتها وأهمية وجود مراكز متكاملة ومتخصصة لعلاج هذه الألام. أنا بنصح كل أم يعني كان الكل أول ما عرفت وهعمل العملية إزاي تعملي لها ليه؟ دي بنت دي مش تستني شوية مش لسه بعد ما تتجوز. قلت لهم يعني أنا هفضل الألام اللي هي عندها دي لحد بعد ما تتجوز. أي أم لازم تكون عندها وعي وتتابع حالة بنتها، حاسس بألم حاسس بأي حاجة ما تستهترش وتروح لدكتور مرة واثنين وثلاثة وتطمئن على أولادها. بنصح كل أم تشوف بنتها اول ما اي حاجه ما تهملش وما تسكتش. انا كنت اقول ده تعبت ده معلش ده نزيفه عادي، اتاري هي لوفه واللوفه جابت لوفه. يلا نقتل الألم. واحد من أروع الـ الأفلام الوثائقية، لأن ده فيلم وثائقي قصير، الذي ينبغي أن فعلا يحول إلى جزء وثائقي مهم جدا 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 في عالم الطب، لكن في ست نقاط بس عايز أتكلم عنهم دلوقتي، لكن
ورا الست نقاد دول حوالي 20 نقطة تانيين أكيد هنتكلم فيهم بالتفصيل عن هذا الحوار العلمي التفصيلي من عدد كبير جدا من الأنسات سيكتور. وأعتقد أن هذا العدد الكبير أيضا ليس هو كل العدد اللي حضرتك تعاملت معه، ده يمكن كله في مرحلة معينة، واضح أنهم كلهم حتى في المهندسين يعني كلهم مصورين معظمهم في المهندسين وفي غمرة في الاثنين بس أنا يعني نكون مهندسين كتير أكتر يعني. خلينا نقول أنه ست حاجات أنا هقول لحضرتك ست حاجات دول وعايز حضرتك تفسرها لي بالتفسير التوضيحي. أول حاجة لفت نظري واحدة قالت إنه هي حاسة إن جواها شيء ملعون في بطنها، التعبير ده مخيف جدا لأنه على فكرة ناس كتير من بسطاء بالذات بيفسروا بعض الآلام على إنها اتصال جني أو مس جني أو شيء من هذا القبيل وبتفتح ليهم طرق سيئة جدا، دي طرق سوداء للغاية. النقطة الثانية ربط المشاكل النسائية أو البناتية اللي في سن مبكر بالجواز، الكلام ده علميا يعني كلام مخيف جدا جدا، وكلام لما يتقال على لسان دكتور واحدة بتشكي من ألم شديد فيتقال لها روحي اتجوزي، هو هنا حول المشكلة إلى كارثة. ليه؟ افرض البنت مش بتقدم لها عريس دلوقتي هتعمل ايه؟ يعني البنت هنا ساعتها هتعمل عليها ضغوط، بقت ضغوط رهيبة على البنت وأهلها ان هم يدوروا على عريس، وطب البنت لسه صغيرة او البنت مش بتقدم لها عريس دلوقتي ان الصبع لسه ما جاش، بقى دلوقتي هي ملامة بالألم وملامة انها مش عارفة تجيب عريس، كارثة يعني. حاجة تانية حتة القريبين منها الزوج او الاب او الاخ عندما يقول ليها انا ماليش دعوة بنفسيتك اسمع كلام الدكتور، حول الست الآلة، آلة كولد، آلة باردة بتنفذ تعليمات وكأنها عبارة عن كيبورد بالظبط. فكرة الأساسية بقى عند مجتمع كبير جدا مثقفين وغيرهم ان حتة بنت تروح لدكتور نساء وتوليد ده عيب ويفتح عينيها على حاجات غلط كتير وممكن يقلبها من بنت لست في ثانية واحنا مش داريانين حتى عقليا. فقد الثقة بالمجتمع الطبي واضحة قوي ودي كارثة كبيرة ومخيفة. واخر حاجة شباب الأطباء يتصرفوا زي مع البنات دي لأنه شباب الأطباء كتير منهم ما بيعرفش يتصرف مع البنات، بيبقى قريبين في السن من بعض والشاب بيتصرف بنوع من التعالي عشان ما يحسسش البنت أنه قريب منها. يمكن أنت أب يا دكتور، يمكن أنت أب، أنا انبهرت بلحظة ما البنت منهارة وهي بتبكي وأنت واخدها في حضنك، شيء أبوي رائع جدا لكن الشاب مش يقدر يعمل ده. طبعا ست حاجات. طيب هبدأ بالملعون. يعني هو طبعا بداية نقول الأول إيه، إحنا لما نكون بنفكر كلنا داخل الصندوق يعني بمعنى إيه، إن إحنا موروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتربياتنا، وأنا لما أكون طبيب وتعلمت وتخرجت في وسط هذا الوسط وبدأت برضو أفكر بنفس كلمات اللي سبقوني محفوظة ومحفورة جوايا، أنا بحفر بالأيقونة جوا أيقونة بحيث أن أنا لما تجيلي بنت وأنا قاعد في مكتبي أو قاعد على كرسية هقول لها كلمتين مش هقوم أتحرك، ما هقدر أشوف إيه أو أعمل إيه. كمان لما يكون ما فيش تفسير علمي حقيقي لمرض ما، فالأهالي هنا لو كانت لسه بنتهم في مرحلة المراهقة، طب أنا الدكتور والتاني والتالت بيقول لي مفيش حاجة في البنت، فهبدأ أنا كمان أشعر إن البنت بتتدلع عشان تهرب من المدرسة أو بتتدلع عشان، طب لو كانت زوجة الله أعلم دماغها فيها إيه، مش عايزة تخلف، تعرف حد تاني، وفي إيه بالظبط كوارث. لما أقول أنا كطبيب لزوج قاعد بص أنا بقول لك مراتك بتتدلع ما فيهاش حاجة لو ما التزمتش اتجوز عليها، انا دخلني انا في العلاقه دي ازاي؟ وانا ممكن انا بدوري كطبيب افسد علاقه، انا دوري ايه في ده؟ لو انت كمان يعني علمك محدود وكلنا علمنا محدود، خلينا نقولها صراحه كده، وما اوتيتم من علم الا قليل، ده قول الفصل لله عليه العظيم ان احنا كلنا علمنا محدود، فازاي تقف دايما عند علمك المحدود والقاصر وتيجي تتكلم كانك اكتملت ليك الرؤيه كامله وعرفت كل حاجه داخل جسد المرأة ومحيط ألمها أنه لا يوجد أي شيء داخلي، وانت عارف أن الأنسات
دور التقنية الحديثة حتى في التعامل وتشخيص الأمراض بيبقى محدود. إنك عشان تعملها سونار بتعملها سونار بطن، ما بتعملش سونار مهبلي. يبقى بالتالي في بعض الأمراض الموجودة في الحوض وقريبة من أنابيب فالوب والمبيضين لن ترى بوضوح من سونار البطن. طيب فبالتالي هيضل التشخيص. إزاي تعتمد على بعض التشخيصات وبعض التقنيات المحدودة في إن ده قرار نهائي؟ إزاي أحيانا تعتمد على بعض الأمراض المتشابهة المقارنة وتؤمن إيمان مطلق إن المرض ده هو ده يتماشى مع الأعراض دي، وتبدأ تعالج مريضة لمدة 6 سنوات بدون أدنى مردود شفائي حتى لو قصير المدى أو يروح ويرجع ومستمر، وانت عندك تقنيات وعندك بعض التحاليل اللي تعتمد عليها عشان تخرج من هذه القوقعة اللي انت دخلت نفسك فيها وهتدخل مريضك فيه. لان المريض اللي ما عندوش ألم، اللي عنده ألم ولا يفسر، بيخش في مشكلة نفسية، والمشكلة النفسية تدخل في مشكلة جسدية، دخلت في دايرة نفسية جسدية عاوز اقطعها عشان اعرف اخرج المريض منها. لاني كمان انا خليته احيانا يؤمن ان الالم هو شيء اساسي جواه، ولازم يؤمن ان ده جزء طبيعي ويتعايش معاه. ده كمان برضو بقى ايه لما بيحصل بعض الخلل النفسي. البنت عندها في سن المراهقة دي لو بتاخد بعض الادوية للالام اللي موجودة هتاخدها قصاد زمايلها، هي بتاخد ايه؟ يبقى مصدر احيانا لسخرية ومصدر تريقة وتهكم، وتبقى هي الموضوع ليل بنهار. فبالتالي ازاي كمان، وده اللي عاوزين يشد انتباه الاباء فيه والاهالي، ازاي لما اكون بنتي في تحدي اخر للالام وليها فرصة انها عاوزة تاخد ادوية عشان تسكن الالام، زي ما بقول هنا يلا نقتل الالم، متخذة من البين كيلرز. لما بناخد بين كيلرز ادوية احنا كنا عاوزين نقتل بيها الالم ونسكن بيها مسكنات، فيلا بنقتله بالوعي بقى. ازاي كمان ان انا هقول للاهالي لما يكون في ادوية وادوية معينة هتتاخد ومسكنات ومرتبطة مثلا بالصبح وليل والبنت هتنسى، ازاي اربط الصبح على فكرة وانت بتاخدي الشاور ده الدواء اللي بتاخديه بالشاور، وانت بتعملي فرشة السنة لما تنامي ده الدواء بتاع بالليل، فبربط الحدثين ببعض. ازاي لو راحة رحلة مدرسية احطها لها بشكل معين عشان بقاش شكل دواء، وايه ده ومش ايه ده، في لعبة زي ساعة او حاجة. راحة حفلة لعيد ميلاد لزمايلها، ازاي احط لها في علبة مكياجها بشكل مش باين عشان ما يبقاش ملفت للاخرين، عشان اقويها نفسيا، عشان البيت هو المصدر الاساسي. اذا انصلح حاله وكل منا امن بالاخر وعرف يعمل ايه، هيبقى الشارع مجتمع سليم، وهيبقى المجتمعات السليمة عبارة عن أسرة وأسرة وأسرة وأسرة، يساوي عمارة سليمة، يساوي شارع سليم، يساوي وطن سليم، عارفين يتعاملوا مع بعض. طيب يبقى لما نيجي نتكلم عاوز أوثق بقى، وعاوز قبل ما أبدأ أتكلم على الحالات وجت، لأن هنا مش بتكلم على استعراض مهارات أو إن نشوف الحالة دي كانت عاملة إزاي قد ما هو تفسير للمنسي موجود داخل أجسادنا، وبالتالي لما ما كانش في وسيلة ما للتشخيص ما كناش مؤمنين، وممكن تأتي الشدائد من المستصغر الشرري فنشوفها. ازاي بقى عاوز اقول ان انا عاوز اتعلم من اطفالي نوع من الحكمة في التعامل. ازاي ما كل بيت مثلا في طفل بيصرخ صراخ هستيري واحيانا مش عارف ينام ويضرب عن الاكل ومهما كنا اقوله، او اليم خاف بايده ومش عاوز يقولي او بتخبي ايديها مش عاوزه تقولي انها اتوجعت لاني خايفه مني او لاني اشد عليها وابخها احسن، انت اللي عملت كده فبالتالي سمعت مني ان انا بشد عليها وبوبخها احسن، او هلومها انها عملت كده، شفتي ادي حصل لك. ازاي ان انا اشجعها في المرحله الانتقاليه دي حتى لو بتشجيع بسيط، برافو عليكي
كالتي الاكل هو اللي ضيع المرض، خدي الدواء ده او اشربي او الاكل ده. ازاي التشجيع البسيط ده بيعمل سيلف كونفيدنس عند الاطفال، واللي انا قصده في الطفوله دي عشان نعدي المرحله الشائكه، عشان هنتكلم بجد وزي ما بنتكلم ازاي نقدر ننزل ونحط بعض المفاهيم للبنات الصغيره اللي في الهاي ريسك، اللي في ذات المخاطر، اللي احتمالات الامراض عندهم عاليه، عشان ما نجيش في الاخر خالص نقول مشاكلنا ليه كترت. وازاي بقى البنت اللي عندها درمويد سيست ويتشيل لها المبيض عشان الدرمويد سيست كان كبير وكان 5 سنتي او 10 سنتي او 15 سنتي فشال المبيض، واحنا نقدر نتعامل مع كيس زي الدرمويد سيست ونحافظ على المبيض، ونقدر نعمل اورام لفية ونحافظ على الرحم، ونقدر نشيل اكياس شوكليت بدون منجور على نسيج المبيض. ايه ده؟ ده المخزون هيقل. ايه ده؟ ده الخصوبة هتقل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب تعالى نتكلم بقى، لو عاوزين نقسم المراحل العمرية الى اطفال رضع، الى اطفال يحبو وبداية سن المشي، الى اطفال ما دون سن الدراسة، الى اطفال ما دون سن المراهقة، الى اطفال في المراهقة اللي بيسموها تين ايجرز. وكلمة التين ايجرز ده يعني سن المراهقة، جابوها من ايه؟ من اول ما بنيجي نعد نقول 13 لغاية 19 هو التين ايجر، وبالتالي دول فترة المراهقة من 13 ل 19 لغاية 19 20 دخلت بقت ادلت، اقل من كده فهي ما زالت طفلة. فتعالى نتكلم، هو لسه طفلة ولما بقت مراهقة ولما في سن المراهقة احيانا بتتألم وتعبر عن ألمها بصورة الكبار، عارفة تعبر ازاي؟ وازاي هي طفلة لسه، فبيبدأ بعض التصرفات للأطفال. ازاي ما يكون بنتك بيجيلها كوابيس مستمرة عشان عندها مرض وألام وانت كنت متخيل حاجة تانية؟ ازاي لما يبقى فيه زي ما بقول لك عدم نوم وعدم يقظة، في فقدان للوزن؟ طب ما تعالى نوثق ده بكلام نحفظه للناس، وبعد كده نيجي نتكلم عن حالة حالة. تعالى نشوف مع بعض البنت والمراهقة، بس ما ننساش الست نقط اللي أنا بفكر فيهم. فكرة إنه اللي جواكي ملعون ولازم تتجوز عشان تلحقي نفسك. دي حقايق. وانا ماليش دعوه باي حاجه، انا ليا دعوه بكلام الدكاتره. والبنت تروح لدكتور نسا والتوليد يا دي العيله. قالت السلوجن مفيش نسا تروح لدكتور نسا، مفيش انسه تروح لدكتور نسا. حلوه دي. تعالوا نشوف مع بعض. الأطفال والمراهقات لهم الحق في الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الطبية الآمنة لتخفيف الآلام التي يعانون منها، لذلك يجب توفير المراكز المتكاملة والفرق الطبية المتخصصة في التعامل مع مشكلات الآنسات والقادرة على التعامل مع الألم بشكل فعال. ما هي أسباب الألم؟ الألم يمكن أن يكون له أسباب عديدة، منها ألام بعد الجراحة التي يسببها الفتح الجراحي أثناء الجراحات التقليدية، الالتهابات والتورم في الأنسجة والأعضاء بعد الجراحة، ألام الأعصاب التي تغذي الأنسجة نتيجة حدوث تلف أو تورم لهذه الأنسجة، الأوجاع التي يمكن أن تسببها العدوى الميكروبية، والتهاب العضلات. كيف لنا أن نعرف أن الطفل أو المراهقة تعاني من الألم؟ من الممكن أن تعبر الطفلة عما تشعر به أو تعانيه، ولكن إذا كانت لا تستطيع ذلك أو مترددة فمن الممكن البحث عن بعض السلوكيات أو العلامات الحيوية التي تعطي مؤشرات عن هذه الألام. ومن أمثلة هذه المؤشرات معدل ضربات القلب، معدل التنفس، ضغط الدم. علامات الألم: قد تختلف علامات الألم لمختلف الأعمار،
في الرضع وحديث الولادة يقوم الأطفال ببعض السلوكيات والمؤشرات التي تشير إلى أن الرضيع يشعر بالألم، وأحياناً يقوم الرضع بهذه السلوكيات بدون وجود ألم، ولكن حين يجتمع العديد منها فهذا مؤشر صريح وواضح بأن الطفل يشعر بالألم. سلوكيات وعلامات للألم عند الأطفال الرضع: سرعة الانفعال، التشنب، بكاء مستمر، تقطيب الوجه، القبضات المشدودة، الحفاظ على أجسامهم جامدة، الإضراب عن الطعام، عدم القدرة على النوم. سلوكيات وعلامات الألم عند الأطفال الصغار: البكاء، إبقاء أجسامهم جامدة، يرفضون الزحف أو السير، الإحباط، العدوانية، وعدم القدرة على النوم. سلوكيات وعلامات الألم عند الأطفال قبل سن المدرسة: إبقاء أجسامهم جامدة أو رفض التحرك، عدم لمس المنطقة التي تؤلمه، البكاء، ضيق الصدر أو تعكر المزاج، رؤية كوابيس، التردد في الاعتراف بالألم حيث إنهم ينظرون إليه على أنه نوع من العقاب أو يخشون العلاج. سلوكيات وعلامات الألم عند الأطفال في سن المدرسة: يمكن للأطفال في سن المدرسة التحدث بشكل مباشر عن سبب ونوع ومقدار الألم، ومن السلوكيات الشائعة حراسة المنطقة التي تؤلمه وعدم لمسها، تعبيرات وجه مقطبة، الانسحاب العاطفي، التهيج والتحسس، الأرق واضطراب النوم، الكوابيس. سلوكيات وعلامات الألم عند المراهقات: قد تظهر المراهقات مزيجاً من سلوكيات الكبار وسلوكيات الأطفال، ومنها تغير في مستوى النشاط، انخفاض التعاون مع زملائها، التغير في نمط الأكل والنوم، الأرق، الغضب والانسحاب. كيف يستطيع الوالدان مساعدة بناتهم؟ للآباء دور هام جداً في علاج الألم، لأنهم أفضل أشخاص يعرفون بناتهم. كما يمكن للآباء والأمهات العمل بشكل وثيق مع الأطباء أو الممرضات أو اختصاص الأطفال لاتخاذ قرارات حول علاج الألم. هل يمكن أن يتطور الألم الجسدي إلى ألم نفسي؟ الأطفال والمراهقون يشعرون بالألم في أجسامهم، لكنهم يفكرون به أيضا في عقولهم، فيبدأون بالتفكير: لماذا أتألم؟ إلى متى سوف يستمر الألم؟ لماذا لا يمكن لأي شخص أن يوقفه؟ هل أتألم لأنني شخص سيء أو أسأت التصرف؟ فقد يتساءلون عما إذا كان الأمر سيزداد سوءا أو إذا كان الألم سيتوقف أبدا. وهذا القلق أو التوتر يمكن في الواقع أن يزيد من سوء الألم، وهذا بدوره يؤدي إلى المزيد من القلق. فكيف يمكننا كسر هذه الحلقة: الألم والقلق من الألم؟ هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد في الحد من هذا القلق والألم، مثل: يجب اتخاذ إجراءات تناسب الفئة العمرية للبنت، والأخذ في الاعتبار وضعها كطفلة أو مراهقة لمنع الألم النفسي والجسدي لمساعدته على التكيف. تشتيت انتباه الطفلة أو الفتاة عن الألم بسماع الموسيقى أو قراءة القصص التي يمكن أن تشتت ذهن الطفل بعيداً عن الألم. ممارسة التمارين الرياضية، الاسترخاء والتركيز على التنفس العميق يمكن أن يقلل من القلق ومن ثم يقلل من الألم. فرك أو تدليك العضلات يساعد على استرخاء العضلات والأعضاء والأعصاب التي ترسل رسائل الألم إلى الدماغ، ومن ثم يتوقف العقل عن الشعور بالألم. عمل كمادات دافئة أو باردة على المنطقة المصابة يمكن أن يقلل من الألم أو من التهاب أو ألم العضلات. الأدوية، هناك العديد من الأشكال الدوائية التي يمكننا استخدامها، لكن تحديد نوعها يعتمد على عدة عوامل، منها مسببات الألم ونوع الألم ومدة استمراره أو مضادات الالتهاب. الألم علم كبير، الألم فيه طبعا التشخيص هو زي ما بيقولوا
عمود البناء هو الهرم الأكبر في التعامل مع الألم. هناك طرق الوقاية، هناك الأدوية والتعامل مع الأدوية، منظومة كبيرة جدا. الألم أيضا تحتاج إلى كونسلتو، تحتاج إلى مجموعة فريق عمل متكامل. ولو احنا قلنا باختصار مثلا، لو كان ده صغير، لو كان ده نموذج مصغر لجسد وبنقول ان في ألم موجود دلوقتي في البطن، ونعوزين نقول هنا ايه الديفرنشال دياجنوزيس الموجود يكون عندي الألم، احتمالات التشخيص، احتمالات التشخيص والتشخيص المكرر الموجود، وهنا لان تعددت الاسباب والالم واحد في الاخر خالص. الدكتور جه ولمس بطن المريضه قالت اي اي اي، فاحيانا لو هو واقف على اليمين وضايس ايه ده مجبرني، ده احتمال تكون زايده، ضغط فوق شويه ايه ده تحت الكبد، ده احتمال تكون مراره، ايه ده ضغط هنا شويه ده في الم شديد موجود وبيتكرر، ده احتمال يكون حمى بحر متوسط اللي بيسموه كان زمان، بس بعد ما نتكلم ايه ده موجود الريتابول باول سندروم او القولون العصبي، ده كولايتس ان انت عندك قولون او التهاب في القولون، عندي مشاكل ممكن تكون موجوده. صوره واضحه كده ولا الف اكتر؟ نوقفها شويه كده. بالظبط تاني. يبقى ممكن يكون زايده، ممكن تكون مراره، ممكن يكون التهابات في الجهاز الهضمي نتيجة حمى بحر متوسط، ممكن تكون في مشكلة ما. لو احنا شلنا الأمعاء بالكامل هنفرغنا كله، يعني ده كان في قلبه وكان في كبد وكان كل حاجة، ممكن يكون جزء من تحت الكليتين الحالب، ممكن يكون بقى الرحم ومشاكل اللي ممكن هتبان. طيب والتشخيص اللي دايما يبقى مقارن، وهل الألام اللي موجودة دي كانت بسبب حمى بحر متوسط اللي كانوا بيسموه الأرمينيان ديزيز أو البريوديك فيفر، الحمى المتكررة المنتظمة الدورية، ولا الألم الدوري، ولا بأسماء دكاترة كتير كانوا سموها، وده تشخص المرض ده سنة 42 وبدأ علاجه، يبدأ تشخص تاني في جامعة بيروت في لبنان سنة 72 وبدأ يبدأ العلاج بالكولشيسين، وبعد كده بدأ يشوف ارتباط موثيق ما بين الحمى البحر المتوسط والفشل الكلوي نتيجة البروتين اللي بيبقى بيزد الـ AA أميلودوزيس اللي بيبقى زايد ويجي يترسب ويعمل فشل كلوي صامت في الكليتين. أشهر حد أصيب بحمى البحر الأبيض المتوسط موسيقار رائع جدا، أنا كنت بحبه جدا جدا الله يرحمه، الموسيقار عمر خورشيد. عمر خورشيد كان عنده حمى البحر الابيض المتوسط وكان بيغيب كثير عن الحفلات بسبب هذا المرض، والالم موجود لانه دايما بيحصل التهابات في الغشاء البروتوني اللي موجود، فبالتالي كل شويه يجي يحصل التهاب بروتوني مش معروف سببه ايه ويختفي تاني نتيجه خلل، لان بعض النقص في فاكتورز معين في البروتين بيقلل ويزود، بيقلل انزيم معين، الانزيم ده لما بيقل بيزود السيتوكاينز بتاعه الليكوسايت فاكتورز بيطلع ويزود الالتهابات اللي موجوده. ميكانيزم ازاي بيطلع او ما بيطلعش مش ده المهم، قد ما بيحصل شويه التهابات في البروتون، فده بيماثل لامراض كتيره جدا، بس ده يعتمد اعتماد وثيق ان انت تعمل تشخيص بقى على البروتين ده الموجود والجين اللي هو موجود على الكروموزوم ال 16، لان بيحصل ميوتيشن وتغير في الجينات اللي هو الواحد واثنين وثلاثه واكتر من جين وجاي من وراثي، وبيبقى ده اللي عامل الشكل بمشكلته. طب انا بتكلم عليه ليه؟ عشان ده بيماثل كتير جدا من الامراض وببعض التشخيصات اللي بتعمل مقارنه بينه وبينه بطنه الرحم المهاجره. ما ده مرض التهابي وده مرض التهابي وده مرض مزمن وده مرض مزمن وده مرض بيروح ويرجع وده مرض بيروح ويرجع، يعني يختفي احيانا ويرجع احيانا. بس لما نيجي النهارده نقرب شويه من مريضه صغيره في السن تحكي عن حدوتتها وعن قصتها وبدات المشكله ازاي، ونيجي نقول اكتشفنا ايه؟
اكتشفنا حاجة رهيبة جدا في بطنها. نشوفها في السن المبكر ده بتعاني ازاي، اكتشفنا ايه وما كانش هنكتشفه الا لما كنا نعمل منظار بالرغم كل الادوات المساعدة من التقنيات للأشعة التصويرية لم تثبتها. أصعب سؤال في امتحان بطنة جراحة differential diagnosis of acute abdominal pain أو احتمالات تشخيص آلام البطن. فعلا حمى البحر الأبيض المتوسط مرض محير وبيبقى كتير جدا من الناس، والغريب اللي موجودة على حوض البحر المتوسط عشان كده سموه زي تركيا وأرمينيا وإيطاليا ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا. خلي بالكم من انه وارد جدا ان يوجد مرضين يعملوا ألم، مرضين طبعًا يعملوا ألم طبعا. يعني مين اللي قال ان انا مثلا اكتشفت خلاص عند البنت ان عندها حمى البحر الابيض المتوسط ما يكونش عندها كمان بطانه رحم واجب الاثنين؟ لا انا هاكد لك بقى مش واضح جدا، لان بحر بطانه رحم المهاجره هو مرض مناعي، لما في ارتباط وثيق جدا بينه وبين مرض بطانه رحم المهاجره، والبنات اللي عندهم حمى بحر المتوسط عندهم احتمال وزايد جدا يجي لهم بطانه رحم مهاجره. تعال نشوف تقع بعد الفاصل هنشوف نطلع فاصل هنشوف مش بس تقع، هنشوف عدد مهم جدا من التجارب السريريه المرضيه الهامه جدا طبعا. اللي بتحكي الالام وزي نشخص ونتعامل مع معضلة صعبة جدا في الطب اسمها الألم. أصعب الأمراض يا جماعة في التعامل معها المرض المصاحب بالألم. تقولي هو في مرض ما بيألمش، لا أنا أقصد المرض اللي فيه ألم دلوقتي بيخلي البنت تعيط، ولما يكون الألم في المرض في بنت صغيرة الصعوبة تتضاعف. بعد الفاصل سنبدأ رحلة هامة للغاية، علمية عملية للغاية، وأعتقد أنها ستكون متفردة للغاية مع ضيف العزيز أستاذنا الأستاذ دكتور سيد الأخرس. اهلا بك دكتور ايمن. يعني عايز ابدا الاول بحاله تقع. طبعا احنا قبليها طبعا انا لفت نظري جملتين مهمين جدا، ان بعض التقنيات كانت لا تستطيع ان تتعامل مع حاله تقع. طبعا لا تستطيع ان تتعامل مع حاله تقع، ومثل سنها مش شعلة الخصوص. ونؤكد النهارده ليه؟ من المرض هو مرض اكتر من ان هو يمثل 3% من حالات الطوارئ بسرعة، سواء كان طفلة سواء كان امرأة، تنزل بسرعة غرف العمليات، تنزل بسرعة بالإسعاف، تتفتح العمليات لتكتشف الحاجة دي. التويستد اوفري قبل ما نتكلم لتكتشف ده. تكتشف ده ازاي؟ تكتشف ده هو ايه قصة؟ الحدوتة كانت ماشية ازاي؟ ازاي في السن الطفولي ده يظهر كده؟ واحنا كنا عارفين ان المرض ده يظهر في سن مش الانسات كمان، المتزوجات لاسباب مختلفة، يظهر مع الحمل، يظهر بعد سن اليأس. طب تعالى نشوف. تعالى نشوف مع بعض التقع. ليه؟ لو مثلا عملت لك يعني دعابة كده يعني دايما كده، احنا ان شاء الله عشان انت قلت اول مرة تعمل عملية، فدايما اول حد يخش عملية حتى لو كبير عنده ما يعرف خير من اللي بيسمع وغير بنهار عن العمليات وقت العمليات والضوء بقى كبير التخدير. انما ضبط التخدير على القد وحاجات بسيطة، ويقول لك التقدير على القد ومفيش فوقان بالضرب على الخد.
احنا بقينا حاجات تانية. احنا داخلين عملية ايه؟ عشان اشيل كل المنظار. او يعني حضرتك هتفتحي المنظار؟ ان شاء الله كله بالمنظار. عندي كام سنة؟ عندي 10. 10. طب من امتى جالك الوعد؟ جالي من شهر 5. كان وجع شديد؟ واتحجزت في المستشفى؟ ما اتحجزت بس ما عرفتش اتحجز بقى. يعني ايه اتحجزت بقى؟ يعني هما قالوا لي اتحجزي بس ما عرفتش يعني ايش عشان المستشفى. طب هما كانوا مشخصينها ايه؟ كان في سمنة. من الاول؟ كانوا شايفين ان هو مرتفع حوالين نفسه؟ وبعد كده الالم راح شويه فخرجوك. وشكوا انها حمى بحر متوسط. لما رحت الدكتور الحمايه بتاعتي. هو الحقيقة التجربة العلمية والخبرة الطويلة اللي أنا شفتها في طوال السنوات اللي فاتت أثبتت لي أنه الطفل المريض بيكون طفل ذكي جدا وبيكتسب خبرات غريبة وبيبقى عنده ثقافة. يعني حضرتك بتكلمها البنت فاهمة كل حاجة، فاهمة هم البحر الأبيض المتوسط، فاهمة الارتباك في التشخيص، فاهمة كل ما هي بدأت تفهم لأنها خلاص مريضة بقالها سنوات من العمر. أنت هتشوف سنوات من العمر بنت عندها 9 سنين بتتعالج بقالها 4 سنوات. فبدأت تفهم وتسمع الكلمات المتكررة، بل بالعكس عارفة اسم الدواء، اسمه كولشيسين كنت باخده. وبعد كده ان هو الالام لسه مستمره وموجوعه. طب ايه التكمله موجوده؟ طبعا. طب نشوفها. دي العمليه اللي هتيجي ونشوف ايه اللي حصل بقى. طب احنا دخلنا البطن هنا بالمنظار لطفله عمرها 9 سنوات. دخلنا منديل البطن هو اللي مغطي على الامعاء بالكامل. بصينا على الكبد عشان نشوف اي مشاكل موجوده. بصينا على الحجاب الحاجز. بصينا على المعدة. بدأنا ننزل تاني منطقة الحوض لأن منديل البطن مفرود ومفروش على الأمعاء، وإحنا بنحركه بنطلعه لفوق لقينا إن هنا قادر طفلة عادي طبيعي جدا. الرحم وعنق الرحم بنسبة 1:1 هنبقى نشرحها. وبعد كده هنا لقينا المبيض فيه التصاق ما بين المبيض الأيسر، موجود التصاق بينه وبين ظهر الرحم في وضع سن صغيره، وادي اللفه اللي موجوده. التواء كامل موجود، قناه فالوب ملتفه حوالين نفسها، التفاف بالكامل موجوده، وادي المبيض ملتصق. ازاي اللفه دي تتم؟ عملنا ادي كانه حبل مجدول ولافف حوالين نفسه، وهنبقى نرجع للاستوديو عشان نشرحه. ازاي يلف حوالين نفسه لفه كامله وبعد كده الدوره الدمويه اللي ماشيه في انبوبه فالوب ازاي تبدا يحصل الم موجود، وازاي ان الالم ده ما يتشخصش باي طريقه او تقنيه كامله موجوده بره، وازاي يحصل التصاق، وليه حصل الالتصاق، وليه حصل التهاب. وهنا في مورجاجني سيست، الكيس اللي موجود ده انا مش عارف ايه مورجاجني. انا هشرحها لك النهارده. اشرحها لك النهارده. دايما انساها. اشرحها لك النهارده بشكل مش هتنساه ابدا. طيب. بدانا هنا نشخص الاول سبب الالتهاب، سبب الالم اللي موجود، ادي الالتصاق اللي موجود واللفه اللي موجوده في المبيض بالادنكسه بالانبوبه فالوب. هنبدا احنا هنا عاوزين نفصل دلوقتي ما بين منديل البطن اللي اكيد دايما منديل البطن، احنا هنا مالناش علاقه بالمبيض، بنكوي جزء من عند منديل البطن عشان ايه؟ نقفل الاوعيه الدمويه عشان ما يحصلش اي نقط دم تساوي التصاقات فيما بعد. بدانا نفك الالتصاق ما بين منديل البطن وسطح المبيض، تخلصنا بالكامل بجزء من الالتصاق. ادي كده المبيض بنحرره من الجزء الاعلى. في جزء اسفل كمان في التصاق. لما نيجي نشوف هنا دلوقتي اللفه بقى، هعمل الانتويست دلوقتي. هبدا ارجع المبيض بانبوبته كما كانوا. شوف لافين لفه ازاي على بعضهم كانهم شعر يعني مجدول. شعر مجدول كانه شعر مجدول. طيب كان ضفيره بتتعمل في شعر البنت من ورا وكان حبل اللي بيبقى مجدول. طيب ازاي دي لفت؟ هنفسرها دلوقتي. ودايما اللفه دي دايما تيجي على الناحيه اليمين اكتر من الناحيه الشمال، فازاي بقت على الناحيه الشمال؟
هنبدأ نفك الجزء الأسفل من المبيض والتصاقاته من ظهر الرحم. برضو بالبايبولر بنكوي عشان يدوبك كي بنحصل ديناتوريشن فقط للبروتين الموجود في الالتصاق، ما نعملش شيرنج، ما نعملش تفحم للأنسجة، ونبدأ نفك الالتصاق بالتدريج. مش هتلاقي في دم بينزل، وبعد كده ابتدينا نبعد المبيض بالتدريج ببلانت ديستكشن من ظهر الرحم، ورفعنا بالتدريج. ادي المبيض بنفصله تماما من ظهر الرحم، خلاص بقى المبيض كده بقى حر، فكنا الالتصاق تماما اهو. طيب يبقى المبيض في ايدينا، وانبوبة فالوب بقت في ايدينا، والرحم بقى حر. نبدأ بقى نعمل الانتويست، هو كان اسمه تويستد، نعمل الانتويست، نفك بقى اللفة اللي هو اعادة الوضع الطبيعي. اعادة اللفة الموجودة رجعناها، ادي لفة، ادي اللفة رجعناها، شوف قد ايه كان لفة حوالين نفسها، ادي لفة تانية، لفتين بقت المبيض وكانت فلوب اليسرى موجودين حرين عندنا، في شوية التصاقات حوالين المبيض من الالتهابات الموجودة دي هتبقى تتشال. ده لقينا هنا ان الادينكسا اللي هو الميزو ابندك، الميزو سالبنس وميزو اوفاريان، اللي هو الروابط اللي بتغذي اللي بتمسك الانابيب. أيوة. الانابيب والمبيض، ايوه، لانها طويله شويه. هنا بنشوف المبيض الثاني كان في كيس بسيط شفاف مفيش اي حاجه فيه، متضخم شويه، وده اللي كان باين بالسونار، يعني المبيض السليم اللي فيه شويه التصاق هو اللي كان باين. جينا عملنا هنا ايه بعد ما فكنا الالتصاق؟ لو سبناه ممكن يحصل لفه ثانيه، فبنعمل حاجه اسمها ايه، هنعمل له هنعلقه. يعني احنا ده احد الحلول اللي بنعملها في الالتصاقات وفي الانتويستد اوفري اللي هو كان تويستد، ان احنا بنعمل له ايه، اوفريان فيكسيشن، كان عاوزين نثبته في المكان ده عشان ما يلفش لفه ثانيه. وبعد كده فكنا الالتصاقات او بلايكيشن او فيكسيشن، وفكنا الالتصاقات الموجوده. كان في التصاق ما بين هنا المستقيم وما بين ظهر الرحم، عشان كده البنت كمان كان عندها مشكله، الم في الحوض وامساك. كل الالتصاق اللي موجود ده بيتاخد منه عينه وتتعمل هيستوباثولوجي عشان نشوف سبب كان الالتهاب اللي موجود ايه. ده فسر تماما الالام اللي كان موجوده عند البنت، وفسر تماما مشكله كانت موجوده بقى لها 4 سنوات بتعاني نتيجه المبيض الملتوي حوالين نفسه، واللي ما كانش ليه تفسير ولا كان فيه تشخيص الا لما تعمل العمليه والمنظار يشخص. طيب لو رجعنا هنا الاول في الـ في الـ في الاستوديو ونيجي نفسر تفسير شويه، ونقول لو ده الرحم، ادي المبيض وادي انبوبه فالوب جنبه، هنا اللي حصل ان في هنا الميزو اوفيريان اللي بيغذي المبيض والميزو سالمنس اللي بيغذي الانبوبه. احيانا ممكن المبيض يلف من تلقاء نفسه، واحيانا الانبوبه تلف من تلقاء نفسها، وفي الغالب الاثنين بيلفوا مع بعضهم. طيب لما بيحصل هنا الالتواء ده بنعبر بيه زي الحبل المجدور كده، لو انا طبرت المبيض ده وده التغذيه بتاعته، فبدا هنا شايف الجدلة دي بدأ يلف كده زي ما احنا شفناه ويتجدل بالشكل ده، بالشرايين المغذية بكل حاجة. طيب بالأوردة، فبدأ هنا الدم اللي رايح للمبيض والأنبوبة يقل. طبعا. ولما بيقل فبيعمل الدم اللي بيقل والأكسجين اللي بيقل يعمل ألم شديد كأنه سكيميا. هو سكيميا. سكيميا، وكأن ذبحة صدرية موجودة، مش ذبحة صدرية بقى، ذبحة عضوية، ذبحة مبيضية، ذبحة أنبوبية موجودة نتيجة عدم وصول الدم المسبب بالأكسجين للمنطقة دي. لأنه أي نسيج لو حصل أي نسيج لو ما وصلوش دم بيطلع مادة اسمها لاكتيك أسيد. أيوة. اللاكتيك أسيد ده بيثير الأعصاب. ولو أكتر من كده
لو كنا استنينا شويه، لو كان غاب شويه، اللفه دي بعد بتبقى عامله زي الدبله لما بتضيق على الصباع، هيتقفل اوعيه الدمويه بالكامل، ده يتحول الى غرغرينه ويموت بعد الام شديده من الم شديد، وهنضطر كنا ساعتها عملنا المنظار واستأصلنا المبيض وهنثبت والرحلات بعد كده كان قد ايه حصل غرغرينه في المبيض وفي انبوبه فالوب واستؤصله. طيب كيف ياتي ده؟ اتفقنا ان هو 3% من كل الحالات الموجوده من طوارئ امراض النساء نتيجه الاوفري او المبيض الملتف حول نفسه. طب يقدر بالسونار نشخص كده؟ الدوبلر ممكن يشخص كده انه كانه ممكن يغيب الدوره الدمويه اللي ماشيه في المبيض، بس بالتاكيد لا. ليه؟ لان المبيض هنا بيجي له تغذيه من المبيض نفسه ومن الشريان اللي بيغذي الرحم، فعشان كده ممكن برضو يفضل الدم موجود. طب اللفه اللي موجوده دي بتخلي ايه؟ الدوره الدمويه ماشيه زي الدوامه في الور بول دي. لو شفتها بواحد دكتور سونوجرافر صح يعني هيشوف الدوامه اللي موجوده في الدوره الدمويه اللي موجوده دي حوالين الميزو اوفاريان، فهيقرا هنا ان في هنا ايه الدم اللي بيلف داخل في المبيض غير انه لافف حوالين نفسه. وبعض الاطباء الجادرين واللي قدروا بجد يشخصوا حالات زي كده شخصوها بالفعل وقال لك ده المبيض ملتف حوالين نفسه. لكن لما تيجي تشوف البري اوبراتيف دايجنوزس يعني ما قبل التشخيص قبل الجراحات نسبه التشخيص الحقيقي كام في الميه؟ 40% ممكن يتشخصوا قبل العمليات، و60% ما بتشخصوش الا داخل غرفه العمليات اثناء العمليه ان كان ده مبيض ملتف حوالين نفسه. طيب يبقى احنا بنقول لالام مبرحه موجوده كانت موجوده وكانت البنت بتضل تشخيصها وبتعالج على انها حمى بحر متوسط لمده 4 سنوات، والالام مبرحه والالام مستمره والالام بتغيب عن المدرسه والالام بتجيب لها نوزيا وفومتنج نتيجه منديل البطن الملتصق وشد على الامعاء غسان وخي، كل المجموعه اللي ممكن تشابه بحمى بحر متوسط، ممكن تشابه التهاب زايده الدوديه. تعال نشوف البنت بعد العمليه الاخبار. البنت ومامتها وباباها كمان نشوف الاسره كلها اللي كانت بتعاني من الم صعب تشخيصه ونادر جدا في سن الاطفال انه يكون موجود، لانه بيجي في سن لما الرحم يكون بيكبر. تفسير بقى لما الرحم بيتضخم وهو كبير من اثناء الحمل ممكن يقعد يلف المبيض، فده اللي بيخليه تويستد. ممكن يجي لو كان في كيس على المبيض كبير والبيدك الموجود والامعاء وهي بتتحرك تزق وتلف حوالين نفسه، يجي في الناحيه اليمين اكتر من الناحيه الشمال، لان الناحيه اليمين الشمال هنا الجزء الادينكس ده محمي بالسجمويد كولون ثابت. الناحيه الشمال وراها سجمويد كولون هنا القولون وثابت في الجدار الحوض فالامعاء ما تزقوش. الناحيه اليمين هي اللي حره فالامعاء نازله تخبط فيه فتلف حوالين نفسه، عشان كده 70% من الحالات بتبقى على الناحيه اليمين، نادرا جدا انها تيجي الناحيه الشمال في نفس الموقف، ونادرا انها تيجي في الاطفال ولكنها جت في الاطفال. نحن نتحدث عن حاله اسمها التواء المبيض، التواء الادينكسا بقى الأدينكسة. المبيض بالانبوبه ما هو التواء شيء طولي متصل بالمبيض، خلي الاوعيه الدمويه اللي فيه تلتوي والشرايين يا جماعه زيها زي اي حاجه. ان عشان النهارده لو معانا ورقه زي كده الورقه دي عشان بس ما نتخيلش يعني المساله، اي شريان في الدنيا اي انبوبه في الدنيا تعالى كده اهي تعالى لفها 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 اهي بقت ضيقه توست بقى ضيقه وخلاص مفيش دم هيعرف يعدي. السبب يا اما في المبيض يا اما حواليه في الرحم. المبيض يا اما البيدكل بتاعته عنقود وطويل شويه زي الحبل السري اللي حوالين الجنين اللي لما بيربط عقده كامله موجوده بنفسه جوه زي ودي يعني نسبتها برده موجوده طفل مولود عندنا بعقدتين حبل سري، وازاي ان المبيض يا اما حصل فيه ان المبيض كبر بكيس كبير فيلف، يا اما اثناء الحمل بيضغط على المبيض فيلف حوالين نفسه. تعال نشوف الاسره بتقول ايه.
تقع. جيت هنا عند دكتور سيد، عمل لي منظار بطن وشال لي معالم كيس من على المبيض، ولقى الانبوبه لفه على المبيض، والحمد لله وسلكها لي. وبعد العمليه بقت كويسه الحمد لله، ومحدش يستنى على بنت ولا على، لازم توديها لاي دكتور تكشف، يعني محدش يخاف. حضرت معايا العمليه، شفت كل حاجه والدكتور شغال وبتاع، وهو شرح لي العمليه وهو شغال، وانا كنت واقف جنب مني يعني. والحمد لله هي دلوقتي بقت احسن، ونتمنى من ربنا ان هي ربنا يتم شفاها على خير وتبقى كويسه. تبقى كويسه وما تشك باي حاجه والحمد لله. وبنقول لكل الناس اللي عندهم اطفال ما يخافوش عليها، بنقول الدكتور نسا او مش نسا كده، في علم دلوقتي والعلم اتقدم، والناس كلها يعني اللي عنده طفله ولا اللي عنده بنت ما يخافش عليها ويكشف عليها، حتى لما تكون صغيره كده ويعالجها بدري وهي صغيره يكون افضل لها، ما يعملهاش مشاكل لما تكبر. في ناس كتير قالت لي لا ما تعملش لها عمليه ده طفله، بس انا ما سمعتش كلام حد، ويعني وثقت في الدكتور سيد جدا بعد ربنا. كانت بتتعب مننا، وكنت ببقى شايلها على ايديا كده ومش عارف اعمل ايه، اروح فين؟ كانت بتتعب مننا كده ومش عارف اروح بيها فين؟ لاي ام ما تستناش ولا تقولش طفله ولا تقول اي حاجه، يجوا للدكتور سيد، لاي دكتور يروحوا له ما يستناش على اطفال. لا دلوقتي الحمد لله نزلت بقى وصليت العيد، بابا خرجني يعني كنت فرحانه جدا. لا مع بابا اول يوم مع اصحابي تاني يوم. بحب اقول لها يعني المفروض تيجي عند دكتور سيد ومامتها ما تخافش واي حاجه، وعادي يعني ما تكسفوش من اي حاجه، اللي انت تيجي تجيبي بنت حضرتك معاكي وتكشف عليها عند نساء توليد يعني عادي. اتصلت بالدكتور سيد جدا جدا، مش خايفه عادي يعني، مش متوتره زي ما بسمع خالص، وكنت بغش خالص يعني، كنت عادي فرش عادي خالص. بحب بابا سيد جدا جدا. دكتورة تقى، دكتورة جميلة وهتبقى دكتورة. والطفل طبعا لما بيكون يعني، انا اعتقد انه يعني تقى من ضمن احلامها الاساسية دلوقتي انها تكون دكتورة اكيد يعني حبت والله دايما بن دكتور ايمن انت الابيض، انت بجد يعني هقول لك، دايما بنقول للاطفال اللي بيجون عندنا نقول لهم احنا عندنا مكان شاغر لدكتور، فبجد يلا خلاص وبسرعه عشان تيجي تلحق بسرعه يعني. لا وما شاء الله ثقافه الذكاء باين جدا جدا عندها. سالتيني سؤال بقى، كنت بتقول انك نفسك تعرف المرجاجنسيس. ايه بقى المرجاجني دي؟ اتفقنا ان ده وضع تشريحي، ادي الرحم، ادي الانبوبتين، وادي المبيضين. في دكتور اسمه مورجاجني اكتشف ان فيه، لو احنا اعتبرت الثلاث خرزات اللي السبحه دول موجودين، لقى ان في بعض الاكياس اللي موجوده بيسموها الهايداتد سيست اوف مورجاجني، كيس سائل مائي او مورجاجني، موجود جنب الانابيب جنب الفيمبرال اند، احيانا بتبقى سيسايل يعني من غير عنقود، واحيانا بيبقى عنقودها طويل شويه كده. المورجاجني سيست دول هم عباره عن ريمنانس اوف مولوريان داكت، بقايا الجزء الذي يتطور منه الجهاز التناسلي. حلو جدا خلاص كده. المولوريان داكت الهادات سيست اوف مورجاجني دي ملهاش دور حقيقي في عمليه الانجاب، ولكن احنا بنستدل عليها عندنا طبيا، وبعض الحالات يعني مسجلينها باسم الامم، ان وجدنا ان الاكياس دي احيانا بتكبر اكبر من اللازم، هي احيانا من نص سنتي ل 2 سنتي بالماكسيمم، مش هتظهر عن طريق السونار البطن، ولكن تظهر عن طريق السونار المهبلي، يا اما يحصل فيها التهابات وتكون هي الكور بتاع الالتصاقات لبعض الحالات، يا اما بدايه الالتصاق نواه الالتصاقات، والالتصاق يبقى عليها احيانا نفك الالتصاق في الاخر، ولا هي في الاخر احيانا تكبر، وعندنا اكبر مورجاجني سيست على العالم 5 سنتي، كبرت لدرجه انها متشخصه كانها اوفيريان سيست، واحيانا لبعض السونوجرافر الجيد يقراها انها بارا اوفيريان سيست. هي بقى احد الاسباب اللي موجوده، بتبقى موجوده وتكبر لما الطفله تكبر في السن وتبدا تتاثر بالهرمونات، ولما هرمون الاستروجين يزيد تبدا هي تكبر حجمها، وبالدليل طالما بتكبر بهرمون الاستروجين
يبقى ليها تأثير بشكل أو بآخر في عملية الخصوبة العكسية. عشان كده بيسموها السبت الليجن اوف انفرتيليتي. يعني ايه الاسباب التافهه اللي احيانا تاخر الانجاب؟ واحده منهم الهيدات السيست، زي ما يكون احيانا واحده منهم الاكسسوري اوستيا، يكون الانبوبه ليها فوهتين. لكن الجديد النهارده لالم شديد اكيوت ابدومن، الم مبرح، الم دخل المريضه غرفه العمليات بسنوات من العمر بتتالم، بلاش سنوات يعني سنة، بتتألم ألم شديد جدا نتيجة إيه؟ إن واحدة من المورجاجنسيست التافهة دي اللي موجودة زي فكرة المبيض قعدت تلف حوالين نفسها، تلف حوالين نفسها، تلف حوالين نفسها، اللي بقت لما بقت جانجرنس حصل غرغرينة ازرقت. تعال نشوف. تعال نشوف مع بعض العملية. طبعا الهيداتسيست شفت مرتبطة بالعراق، مرتبطة بالعراق. لا دي قصة تانية في الليفر، في النسبرين، في الليفر، النسبرين والليفر. دي قصة تانية. بص هنا ادي المبيض، ادي الرحم، عاد وضع تشريح عادي جدا. مبيض بندور ليه سبب الألم الموجود. دي ادلت ودي حالة كبيرة، كبيرة يعني هي كانت سن كام؟ سن 22 سنة. 22 موجودة هنا، واحنا بنرفع المبيض هنا كيس مرججني موجود تحت المبيض، لونه غامق. لما جينا بنبص طبعا للوضع التشريحي لازم ابص في شوية التصاقات موجودة لأن كان عندها ألم، التصاقات موجودة عند الكبد، موجودة ألم موجود في الكتف الأيمن نتيجة إن الالتصاقات الموجودة دي يا إما تكون أحيانا من مرض تناسلي زي الكلاميديا زي ما اتفقنا، يا إما من التهابات موجودة الطحال كبير سنة ومتغطي بمنديل البطن، يبقى هنا في سبب كمان مخلي الطحال أكبر من حجمه الطبيعي، والتصاقات حوالين الكبد، رفع الكبد زي أوتار الكمان زي ما اتفقنا اسمها فايلن سترينج. رجعنا تاني منطقه الحوض، لقينا هنا ايه، قرب بقى بالكاميرا شويه كمان، مسكنا مورجاجني سيست، منظر نادر ومتشخص ومتسجل باسمنا برضو، الاوفيريان سيست اهو، المورجاجني سيست لفه حوالين نفسها. هتشوف المنظر دلوقتي وكبيره قوي، هنا في التصاقات كانت موجوده مع المبيض، لكن نيجي نطلع بقى بالمورجاجنسيست. ادي هي هنا، هنفصلها، هنقرب، لا نقرب الاول لان مفصلها اهي، قبل ما تفصل هي انا بشاور عليها انها تويستد. طيب عشان نثبت انها تويستد لازم افكها. الفها. بص تويستد ازاي. بص بقى لما تبدا تتفك زي الحبل بالظبط. نفس الفكره، وده من حالات النادرة جدا 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 ان تلاقي توستد مورجاجنسيست. بص بقى، وسبب قليل نادر جدا يكون في ألم موجود بسبب توستد مورجاجنسيست اللي بدأت تزرق نتيجة الألم في كيس صغير تافه لا يساوي، لكنه كان من الأسباب المنطقية لوجود ألم في الحوض. مش حتى شوف اللون عامل ازاي. شفت اللون غير اللون التاني، لان محتوياته بدات تبقى التهابيه صديديه موجوده. بدانا بعد كده نفك الالتصاقات الاخرى اللي موجوده في الكبد والالتصاقات. حتى انا ممكن اختصر العمليه في الحاله دي لان انا عاوز ابدا اتكلم على بقيه الحالات. المره دي انا كنت بتكلم دلوقتي اكتر على الالتصاقات اللي موجوده في المورجاجنسيست. حاله نادره جدا، الحالتين النهارده، بس انا بتكلم على المورجاجنسيست. حاله تقع هي حاله على مستوى العالم لما تيجي طفله موجود فيها توست ادينكسا موجوده، دي حاله مش متكرره. لا هنا كمان اكتر مورجاجنسيست.
هذا الكيس التافه اللي موجود ازاي يكون سبب الم موجود في البطن غير مشخص، لانك انت لما تيجي تعمل سونار بتشوف المبيضين كويسين، تشوف الرحم كويس، ما عندكش اي مشاكل موجوده، المورجنسيست احيانا لا ترى وكثيرا من الاحيان لا ترى اثناء السونار ولا يعاقب بها اثناء السونار الا لو كان سونار موجود سونار مهبلي ودكتور دقيق جدا انه ما بيقدرش يبعد يشخص اي حاله، وده كان سبب تاني موجود للالام اللي موجوده ولا تشخص الا داخل غرف العمليات. ننتقل من منطقه اشياء حالات نادره، وانا عايز برضو شباب الاطباء يبقوا متفهمين انه كلمه حاله نادره دي مش معناها حاله تتجاهل، لانه ممكن الحاله النادره دي تكون اختك اخوك، كل مريض هو اخ واخت وام، فلازم نهتم بالكلمه نادر زي ما نهتم بكلمه كومن، نهتم بكلمه شائع. طب في بقى حاله شائعه تانية هي حالات الاورام الليفيه. الاورام الليفيه هو لو كان هو لو كان ماشي وجاهزه، هم جاهزين بالاورام اللي فيها ولا جاهزين بالدرمويد؟ لا هي جاهزه دلوقتي الاورام اللي فيها، هم كله جاهز. تحب نبدا ممكن الدرمويد؟ نبدا بالدرمويد. طب الدرمويد ديت حاله مش هنقول شهيره ومش نادره، وسط. ايه الدرمويد؟ الدرمويد سيست. الدرمويد سيست هو اسم اللي يطلق عليه ماتيور سيستك تيراتوما. حلو. والماتيور سيستك تيراتوما لو احنا اتكلمنا عن المبيض، كلمه تيراتوما يعني عشوائي تكوين نسيج. لو احنا اتكلمنا نسيج عشوائي مكون، لو احنا اتكلمنا عن المبيض وجينا نتكلم ان لو ده اعتبرنا ده المبيض، احنا كنا الاول واخدينه ان هو السبرم من حيوان مانع، لو اتكلمنا عن المبيض، المبيض ده تطلع منه اورام من ثلاث اماكن، من على السطح، لو فتحنا فتحه كده كاننا فتحنا بقى الفتحه، يبقى من على السطح تطلع اورام اللي هو السيرفيس تيومرز اللي موجوده، ممكن تيجي من الكور من جوه داخله، يا اما تيجي من على الكورتكس، يا اما من الخلايا اللي بتعمل البويضات، يا اما من الاستروما اللي جوه. الاستروما اللي جوه في الغالب هي دي الاورام اللي ممكن تؤدي الى اورام سرطانيه. ممكن الخلايا اللي بتعمل البويضات. الماتيور سيستيك تيراتوما سموها ماتيور ليه؟ ماتيور لان ناضجه، لان ناضجه حصل فيها ديفرنشيشن، والخلايا اللي بتعمل الثلاثه لايرز اللي هو الاندوديرم والميزوديرم والاكتوديرم موجودين داخل الكيس ده. يعني جزء تميزت، توضحت كل واحد، كل نسيج طلع بذاته وبين نفسه بنفسه. قبل بس ما نوضح العمليه ثانيه واحده بس كده، لما نوقف شويه الفيديو، لما هنا بنيجي نتكلم ليه بنقول لان الماتيور سيستيك تيراتوما موجوده وشائعه وموجوده وممكن تعمل العمليه وتلاقي مثلا نسبه ارتجاع تاني، وموجوده في سن الادوليسنت والمراهقات وبنسبه كبيره، وممكن تكون بايلاترال تيجي ببعض الناس في المبيضين، وبنفاجئ ان بنات كتير جدا اتشال لهم المبيض بالسيست وبالكيس، رغم ان هنا العلاج بتاعها ان انت تشيل الكيس فقط. هتشيله جراحي ولا منظار؟ الاعلى انك تشيله منظار. عشان ايه؟ عشان نقلل الالتصاقات ونقلل فتح بطن ونقلل قعدتها في المستشفى، حتى لو كان كوستي ومكلف اكتر لكن كلفته الماديه اقل كتير جدا من التكلفه اللي ممكن تكون على البنت في مستقبلها نتيجه الالتصاقات اللي ممكن تيجي من فتح بطن. طب هل اثناء فتحه ممكن بعض المحتويات تخرج بره؟ ممكن بعض المحتويات تخرج بره. هل ثبت علميا ان المحتويات اللي موجوده وخرجت بره ممكن تؤدي الى مشاكل زي ما كنا بيسموه كيميكال بروتونايتس، ويحصل التهاب كيميائي للبروتون ويحصل التصاقات ويحصل فازو دايلاتيشن وممكن البنت تموت داخل غرفه العمليات او المريضه عامه؟ لم يثبت على الاطلاق. نسبه الحمل اللي موجوده قد كده تحصل قد ايه؟ نسبه عاليه جدا. طب الماتيور سيستيك تيراتوما لما تتشال وممكن تكون حجمها وصل الى 15 سنتي وتلاقي النسيج المبيض اللي انت سايبه زي ورقه السيجاره، ممكن تسيبه
اه ممكن تسيبه، والمبيض ده يشتغل تاني بالرغم من ان انت نظرتك كانت ليه ان انت مش سايب نسيج مبيض، ممكن يشتغل تاني. علميا الواحد ملي متر من السنتيمتر لو 10 مليمتر، المليمتر الواحده فيه 30 براميوديال فوليكل، 30 بويضه بدائيه مبدئيه. الملي الواحد من المبيض اللي انت بتستهين ان انت لو سبت جزء من المبيض او تستهين ان انت تشيل جزء من المبيض، فقد ايه السنتيمترات تساوي الاف مؤلفه من البويضات البدائيه اللي موجوده اللي هتبقى النواه للمبيض وخصوبه البنت والمراه فيما بعد. يعني ان انت تسيب الجزء او تسيب الجزء، وكل ما تسيب جزء اكبر كل ما يكون فرصه الخصوبه اكبر. يعني والخصوبه للبنت تبقى احسن، الخصوبه للبنت تبقى احسن. والبنات واثناء الشيل بيخافوا ليه؟ ان بعض الدكاتره بتعمل بالمنظار يقول لك اصل الكيس ممكن يتفتح مني. طب هل بالفتح البطن الكيس ممكن يتفتح اثناء الجراحه؟ ممكن يتفتح اثناء الجراحه. يعني اذا الموضوع محتاج هنا ديبيت ونقاش، ولكن بيعتمد على خبرة الطبيب المعالج. طب عشان نقلل المشاكل والالتهابات اللي موجودة نقدر نشيل الكيس ازاي؟ بنقدر نشيل الكيس داخل العملية بالمنظار وندخله في حاجة اسمها الاندو باج. الاندو باج اللي هو ايه؟ لشنطة بتاعت المناظير، كيس للمناظير موجودة تحط فيه الاورام اللي فيها، تحط فيه الزايدة، تحط فيه الاكياس الدرموين عشان الشعر ومحتوياته موجودة تبقى متشالة. طب تشخيصه يتم ازاي؟ مش هنشغل الفيديو. تشخيصه يتم ازاي؟ عشان بس الاساس الاول نعلم الناس. تشخيصه يتم ازاي؟ تشخيصه يتم ان احنا هنعمل سونار. لما نيجي نعمل السونار بعض الخلايا لما عملت السونار كده هنا بنشوف بالسونار بعض الحاجه اللي بتشابه الاندوميتروم او كيس الشوكليت اللي موجود. بنلاقي ايه؟ بنلاقي في حاجه اسمها ماتريكس موجوده. يعني كان ماتريكس مش كده موجوده اللي هو السيبم مش. نتيجه ايه؟ الشعر اللي موجود داخل الدرمويد سيست وعليه السيبم بيعمل كانه نوع من الايه؟ الشبكه اللي بتحطها جوه موجوده. والايسوبرج بيبقى موجود، قمه ايسوبرج قمته الطب بتاعه شبك الجليد بيبقى عامل ازاي وقمته ازاي؟ نتيجه السيبم وهو نازل كده. وفي حاجه اسمها روكاتينسكي نوديول اللي هو الموجود فيها البقرة الصلبة اللي موجودة تبقى جوه، اللي أحيانا تشابه بالانسيسيبيتد ماتيريال بتاع الشوكليت سيست اللي هي حاجة صلبة هنا وحاجة صلبة هنا. عشان كده ممكن بالسونار بالسونار أو الام ار اي ممكن يعني ايه يضل تشخيص ثلاث حاجات شبه بعض. لو الكيس ده فيه صديد، لو الكيس ده فيه سيبم، لو الكيس ده فيه تشوكليت سيست، ثلاثة قوامهم واحد. الايكوجينيست تبان من بره واحده، الفرق ما بينهم احيانا داخل غرفه العمليه تبقى داخل تشيل سيبم او تشيل الدرمويد سيست تلاقيها تشوكلت، داخل تشيل تشوكلت تلاقي له باص، داخل تشيل باص تلاقي درمويد. تعال نشوف التقنيه ازاي اللي طفله اتشال بيها الكيس وزي حفظنا على ان الكيس يبقى انتكت ويطلع ازاي ونحطه في الاندو باج وبعدين نطلعه ونشفط محتوياته وبعدين نلاقي محتوياته فيها عظم وفي سنان ازاي. طبعا شو. فكره العظم وفي سنان دي على فكره كمان السينما ابدعت فيها واحنا بنشوف العمليه، فيقول لك ان ده كان انسان جوه انسان وطصه. ادي حاله فيها درمويد مورجوجنسيست اهي، واحنا عرفنا المورجوجنس دي سيسايل ملهاش بيديكل موجود وما بنلمسهاش وما بنلاقيش حاجه طالما ما بيحصلش اي مشكله منها، لا مأثره على الحمل ولا ملتهبه ولا اي حاجه. ده المبيض الايسر بالانبوبه اليسرى شكلهم الطبيعي، شكلهم طبيعي، مفيش التصاقات، مفيش التهابات، مفيش اي مشاكل موجوده. مبيض موجود عليه بعض الاكياس وفي كيس وظيفي بيبقى موجود، وبنعرف الكيس الوظيفي من الكيس المرضي بحاجه اسمها الكومب ساين، كان اسنان المشط نازله عليه الاوعيه الدمويه بتبقى باينه، فتعرف ان دي باثوجنومونيك ان ده مرض ولازم تتعامل معاه او انك تسيب الفانكشنال سيست. اي كيس وظيفي اثناء غرفه العمليات الافضل كجراح او دكتور نسا انك تسيبه، ما تتعاملش معاه، ما تقربش منه، هيروح في تلقاء من تلقاء حاله في خلال 60 يوم، ما تلعبش فيه عشان ما اثرش على المخزون المبيض، لان المبيض الاسترتش ده انت ما تلعبش فيه عشان ما تاثرش على المخزون بدون داعي. مش كل كيس جوه محتاج كي وتكويه لانه مش مرضي وهيروح من تلقاء نفسه. شفنا ازاي ده طالما المنظار موجود فبنقدر نفحص كل الاعضاء اللي موجوده
اللي تسبب الالام او الالام المزمنه اللي موجوده، وخصوصا بيكون انكسبكتد. ونشوف هنا الاوعيه الدمويه اللي موجوده على شكل الزايده اللي احيانا تخلينا نقول ان ده في التهاب في الزايده. رحنا بقى للمبيض هنا لغايه دلوقتي ما شفناش حاجه غير هنا المبيض كبير. انا كل بعمل هنا ان هنا بعمل ايه بقى؟ هايدرو ديسكشن، بخش بالسن وبحقن سلاين فيه. بص بخش ازاي بسن معين صغير واحقن سلاين، افصل المبيض عن الكيس تحت. ودي احد التقنيات المتخصصه بينا احنا بنعملها بفازو بريسن عشان امنع. بص بقى يفتح الكيس كان المبيض كانه بيحصل فأس، كان صح كده؟ وببدا اهو مره واحده صح كده؟ لان انا فصلته عن الكيس اللي تحت من غير. هبدا اخش في لاين اوف كليفج ما بين. على فكره المبيض هو المغلف، المبيض هو المغلف للكيس للكيس. وبدات اهو اوسع بالمقص بلاين ديستكشن عشان احافظ على المبيض، وابدا بص اعمل انكيوليشن وهقلب المبيض انزل الكيس بالكامل. كيس ضخم جدا كل ده، الكيس ده داخل المبيض، كل خرجت بالكيس بالكامل من داخل المبيض. وادي السيبم بقى باين في الكيس. واضح جدا ده افراز الغدد الشعريه. السيبم ده العرقيه العرقيه اللي موجوده لما بنلاقي محتويات الكيس دي احد اللايرز الموجوده الاكتوديرم مثلا، فبيسموها الابيدرمويد سيست او الاكتوديرمال سيست لانها موجوده فيها محتوى واحد فقط من، يبقى دي undifferentiated لسه يعني جزء منها من ال دي بيسموها لسه ما تميزش، عشان كده بيسموها الاماتيور سيستك تيراتوما، لكن دي ماتيور عشان فيها كل اللايرز موجوده. اللاير المناطق كلها اللي هو شعر وجلد وسنان. بنقص ازاي؟ بعيدا خالص عن مخزون المبيض، بعيدا خالص عن نسيج المبيض عشان نحافظ عليه. نسبة الريكارنس والرجوع ممكن تصل من 3 إلى 5% في نفس الإبس لاترال، في نفس المبيض اللي أنت شلت منه. ممكن تكون بسبب إن أنت ما شلتش بالكامل الكيس. كيس ضخم جدا. كيس ضخم. هنحطه فين بقى الكيس بعد كده؟ المبيض ده من تلقاء نفسه بيحصل إن هو يحصل له التئام. ممكن لو كان الفتحة كبيرة قوي تبدأ تخيطه. دخلنا الإندو باج داخل البطن. كيس شنطة عادي جدا بس استرايل معقمة مجهزة تماما للحالات اللي مثل هذه الحالات. دخلنا الكيس فردناه في الحوض، دخلنا الاندو الكيس اللي هو الدرمويد داخله، بنسحبه من جدار البطن، بنخش بالشفاط شوف السيبم بقى موجود ازاي داخل الكيس من غير ما احنا. كل ده كان ممكن يبقى داخل البطن ويحصل التهابات او التصاقات. خرجنا الكيس بشنطته اهو، ادي محتواه. خدنا الكيس بره، بنبدا نفتح الكيس، لقينا الجزء الصلب اللي موجود فيه اسنان بقى وشعر وكل حاجه الموجود. فيها كل الخلايا الموجوده في منطقه الجلد. في جزء شرح ده احنا شرحنا شرح علمي جدا. طبعا. وفي لقاء مع الاسره. نشوف مع اللقاء. نشوف اللقاء بقى مع الاب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بنت حضرتك عندها كام سنة؟ 20 سنة. 20 سنة.
مشكلتها كانت ايه؟ شو ده بقى كانت بتحس بوجع في منطقه الرباط؟ بقى لها قد ايه؟ بقى لها سنه. سنه في الالم ده كان ليه علاقه بالدوره ملوش علاقه بالدوره؟ كان لا ما كانش له علاقه. ما كانش له علاقه. دوره منتظمه. الم مستمر؟ الم مستمر. طيب وجع في المنطقه دي. طيب اتشخصت على ايه وكانت ماشيه على ايه في خلال السنه دي؟ هي طبعا راحت للدكتوره امراض نساء. اول بدايه رحت لامراض نساء؟ حولوني يعني رحت الاول يعني كان اول كشف كان امراض نساء ولا اول كشف كان ايه بالظبط؟ لا كان كشف عادي يعني بطن عادي. بطن عادي والدكتور الباطني شك بايه بقى؟ شك انك في حاجه في المنطقه الفاضيه يعني. طيب كان عملته اشعه قبليها ولا هو شك بالكشف؟ لا هو شك بالكشف بس. كويس. عملته اشعه ايه بقى؟ عملنا اشعه مقطعيه والاشعه برانيه. برانيه حلو قوي ان احنا وصلنا ان احنا نعرف الناس ان في اشعه مختلفه بتساعد على التشخيص. فالاشعه المقطعيه ده يعني شيء متطور بعد السونار والام ار اي طبعا او الرنين المغناطيسي. كل حاجه كل يعني جهاز من ده او كل تقنيه من دي ليها تساعدنا على التشخيص بشكل ما. اكتشفنا ان في كيس اسمه ايه؟ تكيس على المبيض. وكيس اسمه درمويد. كيس الدرمويد ده اللي هو كان على المبيض اليمين واللي كان الالم موجود في الناحيه اليمين وعشان كده اتشخصت احيانا انها زايده. عملنا منظار اثناء المنظار شكينا طبعا بوجود الدرمويد موجود جنب الام ار اي. بيقول كنا مجهزين نفسنا لبنت ازاي نتعامل مع المبيض من غير من غير ما نشيل المبيض او نجور حتى على المبيض او بمعنى ايه نجور؟ ناخد جزء كبير منه او نقلل مخزونه. لان الدرمويد بيبقى من الحالات اللي بتبقى صعبه جدا في الالتصاق. اعلاهم الشوكليت سيست الاكياس بتطلع بعدين الدرمويد. طيب احنا لما عملنا لو لاحظت انت كنت واقف معايا في العمليه حقنا وفصلنا الكيس عن المبيض بماده معينه حقنا فعزلنا الكيس عن المبيض وبدانا نخش بشكل معين بدون ان احنا ما نيجي ناحيه المبيض او ان احنا حتى نستخدم تقنيه الكي كتير عشان ما نحرمش المبيض من دورته الدمويه اللي بتخش وبالتالي ممكن نخرج شايلين الكيس بس اثرنا على مخزون المبيض. كنا محضرين بعد ما فصلنا الكيس حطينا اندو باج. اندو باج يعني شنطه بتاعه المناظير نحط فيها الكيس عشان محتوياته كلها تبقى بره الجسم. واحنا لما دخلنا في الكيس دخلنا بقى تاني في الكيس فتحناه شفطنا كل محتوياته فظهر الشعر وظهر ان في جسم صلب. لما احنا فتحنا الكيس جوه لو احنا بالمنظار هنا دي بقايا الكيس ادي الجزء بتاعه سكر بقى ده الكيس ده محتويات داخلي ده الكيس لو لاحظت هنا ادي بقى شعر زايد اهو الشعر اهو ده موجود في الكيس وادي الشعر اهو صار شعر جامد اهو كل الاسود ده شعر كل الاسود ده اللي باين كده في الاخر خالص بص عشان الناس تبقى ايه مش متخيله هل ممكن يبقى في شعر في الكيس اهو كل الاسود ده عباره عن شعر اهو هنا كمان لقينا ده اهو في الصوت طبعا محتويات دائما درس موجود درس جوه الدرس موجود شعر موجود معصيبه معصيبه من الموجود طبعا الدرس مش واقع من البق هو اساس التكوين تكوين احنا اتفقنا ان هو خليه بتكون جزء من الاكتوديرم جزء من الميزوديرم جزء من الاندوديرم جزء من الاكتوديرم اللي هو ايه الشعر اللي بيبقى موجود احيانا السيبم اللي موجود جزء من الهيكل العظمي اي ممكن يطلع عظمه تطلع وجود احيانا ثيرويد غده جزء من الغده الدرقيه كنا عاوزين نفرط اكتر من كده نتكلم لكن اعتقد الأمل. ان النهارده الامل بقى عايزين نشوف الامل نشوف حالات الامل نشوف الامل ثم نعود مره اخرى
ازيك عامله ايه؟ كل سنه طيبه. انت خايفه ليه؟ مش احنا فرحانين؟ ان شاء الله. هنا في ايه؟ يحيى ان شاء الله. في يحيى؟ ان شاء الله. وجنب يحيى في ايه؟ ما المشكله دي؟ ايه؟ المشكله في ده. ايه المشكله بقى؟ في ايه جنب يحيى؟ ورم لوفي. ورم لوفي؟ وقلقانه منه؟ يحيى شوت ونزله ونزل خلاص. تعالى قول يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يكرمك. ننزله في الكيس بتاعه على بعضه كده ان شاء الله، وبعدين ايه نشوف الورم اللي جنبه اللي مغلس عليه. ماشي، ربنا يسهل ان شاء الله. انت طول الحمل وانت عارفه ان في اورام لفين؟ انت عارفه معناها ايه؟ ان ممكن يحصل حمل ويكمل وتسع شهور والاورام اللي فيه موجوده. مش كل اورام اللي فيه لازم تتشال، الاورام اللي فيه اللي تكون مسببه مشكله في الحمل او منع الحمل. لكن احنا بنعمل دلوقتي ونشوف لو هي هنطلعها مفيش خطر على الرحم طبعا هنشيلها، لكن في طريقه معينه نشيلها ان شاء الله مفيش خطر على الرحم. اه ممكن ان شاء الله. تعالى اتفضل. ريح ريح. صايمه؟ صيام رمضان ولا صيام عمليات؟ فكرتين والله. طيب يلا خير ان شاء الله. أجمل الأمل وما أقصى الألم، كلمتين نفس الحروف لكن الاثنين بعاد جدا عن بعض. قبل ما أمشي، أنت ساعتين النهاردة دكتور سيد سعادة غامرة وأفدت شباب الأطباء في الجزء الأخير تحديدا كمان، ومن أول للآخر الحقيقة، بس في الجزء التحديد كان كلام علمي على أعلى مستوى. استفادوا جدا من الدرمويتسيست وشرح التفصيلي لمكوناتها وشرح التفصيلي لكيف نتعامل مع التواءات في المبيض. لكن يعني انا عايز اقول انه احنا هنتابع رحلتك لبروكسل في اول الشهر، يعني قريب جدا، وما شاء الله في ثلاث ابحاث هتقدم، عايز اعرف تفاصيلهم للمنظمه الاوروبيه لمناظير النساء المتقدمه. دي منظمه هامه جدا جدا وشديده التخصص وشديده الرقي، والابحاث ثلاثه من مستشفى الامم، عايزين نعرف تفاصيلهم بس تقريبا. لا، في عجاله هم ثلاثه بنتكلم على الصعوبات اللي بنقابلها في مناظير متعلقه بالانسات، وبنتكلم على البلهارزيوما اللي جات وكان اندر حاله في العالم، وبنتكلم على الاوفيريان ستون اللي احنا تحول الى كالسيوم بالكامل. ثلاث ابحاث مقدمين للمنظمه الاوروبيه لعلوم المناظير، وان شاء الله بعد الرجوع اوعد كل الانسات والمراهقات في مصر بحدث هيبقى يعني ان شاء الله جلل لما نرجع ان شاء الله. ان شاء الله. والحقيقه انا احييك جدا على تبنيك لفكره رعايه البنات الصغيره، بنات الانسات الصغيرات. العلم اللي احنا قدمناه النهارده والمعنى المهم اللي وصل النهارده لكل الاسر المصريه، ان البنت الصغيره لما تتالم ينبغي ان تراعى جدا، وينبغي ان توضع في القلب وفوق الراس. طبعاً. الفتاه الصغيره اللي بتتحط تحت مقصله ان انت لازم تتجوزي، الجواز شيء رائع جدا وجميل، لكن ما فيش حاجه اسمها جواز بالاجبار او قدامنا 10 ايام عشان نتجوز والا هيحصل مضاعفات لمرض. الكلام دوت في الافلام الكوميديه بس، مش في الحياه العمليه. طبعا. فكالعاده بطنط رحم المهاجره يعني قدمتها للمجتمع العربي بشكل رائع جدا. امراض الانسات بتقدمهم النهارده للمجتمع العربي بشكل رائع جدا، وده شيء
مهم جدا ومقدر للغايه. فانا بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك. مش انا بس، الاسره المصريه النهارده بتشكرك شكرا جزيلا. خيرك دكتور. بلا شك ضيف العزيز الخبير العلمي الكبير الاستاذ الدكتور سيد الاخرس كان موفقا للغايه ومنصفا للغايه للبنت المصريه. يا ريت كلنا نكون على نفس درجه الانصاف لهذه البنت في ربع وقرى مصر، اكيد مظلومه كتير واكيد محتاجه رعايه اكبر بكتير من اللي بيقدم لها. دي حقيقة. خليكم دايما مع دكتور.